ألو استحضيرية، كيفكم؟ نكمل بالفصل ال 11 الجزء الثاني. اليوم راح نحكي عن الغدة الكظرية وتفرعاتها، يعني تمام؟ طيب، بعد ما حكينا عن الغدة الدرقية والغدة النخامية اللي هن صراحة أضخم شيء، أو يعني هن أدسم شيء، نجي هلا للغدة الكظرية اللي هي أبلد شيء، تمام؟ طيب، لمحة تشريحية ونسيجية ما كتير بيهمني، طبعا هيك يا جماعة الأرقام هون شوي مهمة بهذا الفصل، فلهيك يا ريت تركزوا عليها. تشريحيا، لب القذر والقشر القذر، بنعرف انه في منطقة انا قشر القذر من منطقة لب القذر، ولب القذر دائما هو بيكون له علاقة بالكتوكلامينات وافراز الادرينالين والادرينالين وتحريض الجهاز الودي، وبنفس الوقت حكينا ذيك المرة كمان عن الموضوع انه الجهاز الودي زاد نفسه هو بيأثر على لب القذر، فبكون عندنا احنا مثل حلقة متكاملة بيدفش بعضها بعض، يعني لب القذر بيحرض على افراز الادرينالين، الادرينالين بيروح على لب القذر وبيحرضه على هي على انه يتحرض، فبيرجع بيتحرض اكثر فبيحرض يفرز ادرينالين وهكذا حلقة يعني. طيب، اما قشر القذر، فقشر القذر هلا رح نشوف شو رح يفرز. قشر القذر بقى بيفرز هرمونات تطلق عليها الاسترويدات القشريه، انا سميت استرويدات لانها جايه من الاسترويد، يعني من الكوليسترول، لانه هلا بنشوف انه هي منشاه كوليسترول، بتنشا من الكوليسترول، وسميت قشريه لانها قشريه لانه جايه من قشر القذر. ممتاز هالحكي. تقسم الى مجموعتين رئيسيتين، يا قشرينيات معدنيه يعني لها علاقه بالمعادن، يعني لها علاقه بالشوارد لانه المعادن اصلا شوارد. طيب، يا اما قشريات سكر يعني لها علاقه بالسكر، مفهوم من الاسم يا جماعه، لازم دائما ننتبه على المصطلحات ليش هيك مسميينها. اوكي، بالاضافه لكميات قليله من الهرمونات الجنسيه الاندروجينات. اوكي، طيب، كاتوكلامينات، ادرينالين، نور ادرينالين، دوبامين. وقف شوي، نور ادرينالين، نور ادرينالين تاع النيورو تاع الاعصاب، ايه بتفرز لب القذر نور ادرينالين. ليش تنسيان انه اصلا الادرينالين هو شو؟ هو الابن الصغير للنور ادرينالين. هو النور ادرينالين اصلا بنعمل له متيله، بنضاف له سي اتش 3 بصير ادرينالين، فعادي تفرز الاثنين مع بعض، عادي تشوفوا انه لب القذر يعني ما انا حويصل العصبي وعم تفرز النور ادرينالين، شيء عادي جدا وبتشوفوه كثير يعني، فما تتفاجئوا، بس رح تشوفوا شغلات اكثر من هيك بكثير. طيب، يتالف لب القذر بقى من حبال المتشابكه، بلا بلا بلا، حكي تشريحي جدا جدا، بس خلينا نحاول نوضحه يا جماعه. طيب يا جماعه، شوفوا لب القذر عامل بشكل التمانات، تمام، التمانات ورا بعض، هي تمانه هي تمانه، طبعا لازم يكونوا قد بعض نفس الشكل يعني، بس يعني عشان نفهم الفكره، ما بعرف ارسم اكثر من هيك. شوفوا هلا بدي اسالكم سؤال عنا، اذا بس هي المنطقه اللي هي بين تمام حرام الشير، وعنا هي المنطقه اللي هي هون، هي كلها ما راح اشير عليهم كلهم عشان ما تخرب، تمام. طيب هلا، وطبعا في عنا هون شو جوا، شو في جوا، شيء موجود عم يمشي هيك تمام. اوكي يا جماعه، ان اللي شايفينه باللون الاسود هو الحبال اللي حكوا عنها هن، واللي قالوا انه هي حبال متشابكه، شايفين كيف عاملين جدوله مثل بعض، جدوله، هذه حبال متشابكه اظن، في طبعا هون بيكون في غيرهم هون وهون جنبهم يعني الى اخره، تمام. هي الحبال هي مكونه من خلايا، هي الخلايا مثل ما قايلين هن انها خلايا حبيبيه، شايفين كل واحده منها حبه 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 حبه، شايفين كيف حبه حبه، هي حبه اي حب، شايفين الى اخره. طيب، هي الخلايا عم تعمل شو؟ حبال متشابكه، خلينا نقرا مع بعض، متشابكه ذات امداد عصبي كثيف، فيها كثير اعصاب، ماشي، وهي رح ترسم لها اعصاب، تفضلي، ها اي اعصاب زهريه كمان، ها فيها كثير اعصاب، اصلا يعني اي جسم اي خليه عم نحكي عنها فيها اعصاب وفيها ترويه دمويه، صح، في تعصيب وترويه. فهلا هون حكوا عن الاعصاب، ما بيهمني، اللي بيهمني اكثر الترويه، ومحاطه بجيوب وريديه غزيره، تمام. اذا هذا الازرق اللي رسمت لكم اياه يا جماعه، هذا الازرق اللي شايفينه يا جماعه، هو هي الجيوب الوريديه، اذا هون في جيب وريدي، هون في جيب وريدي، وهون في جيب وريدي، هون جوا جوا، هي شايفينه كيف، ليش اسمه جيب وريدي؟ لانه جواتها هيك، شايفين جيب جيب، طبعا لسه في يعني، لو رسمنا الرسمه كلياتها هون كمان لازم يكون في، وهون وهون الى اخره، لو راسم جزء ثاني يعني، فهي حبال وليس حبل واحد، ان شاء الله ما نطول الفيديو، تمام يا جماعه. اذا هدول كلها اللي عم تشوفون هدول شو؟ حبال وريديه، تمام، ممتاز. قال شايفين بقى النقطه، خلينا نرجع، شايفين بقى النقطه اللي بالبردقاني هون، من هون هذا النقطه البردقاني اللي هيك، وعندنا هيدي الدائره كلها، المربع هذا شايفينه كلياته، الدائره الكبيره يعني، تمام. قال بقى
يفرز الادرينالين 85% من الخلايا. الخلايا اللي بتفرز الادرينالين معناها هي الخلايا كلياتها اللي شايفينها هون كلياتها، ام ولا فقط هذه المنطقه؟ اذا من هي المنطقه اللي بتفرز الادرينالين ومن المنطقه اللي بتفرز الادرينالين؟ يا جماعه بتيجي بتقلي انت انا شايف هون نقط شو بردقاني، تمام، والنقط الحمر هذا خلينا نرجع نرسمهم بلون ثاني، ها ليك، ها عم برجع بحدده يعني بس مشان نشوفه، ماشي، وهكذا. طيب هلا السؤال المهم، مين اللي مسؤول عن افراز الادرينالين؟ بتيجي بتقلي وقف شوي، الادرينالين هلا نحن بالاخير عم نحكي عن لب القطر وليس عن الـ عن الـ على مستوى الحويصلات العصبيه، فالادرينالين هو اكثر بكثير من النور ادرينالين يا جماعه، لانه النور ادرينالين هو ما له مكانه بالدم، تمام، هي لب القطر، هي غده صماء بتفرز فورا بالدم، النور ادرينالين مكانه وين؟ بالاعصاب، فاكيد الغلبه رح تكون لمين؟ الادرينالين الدموي اللي هو الادرينالين ذات نفسه، فالادرينالين هو كميته كبيره اكثر بكثير من النور ادرينالين، النور ادرينالين موجود اكثر بكثير بالنواقل العصبيه بالاعصاب، هو هناك بيته ومطرحه، فانا لما عم بحكي عن بيته ومطرح الادرينالين فاكيد اغلب الخلايا اللي هي 85% من الخلايا رح تكون عم تفرز شو؟ ادرينالين، وال 15% الباقي رح تفرز نور ادرينالين، وبالتالي هي الصوره اللي شايفينها، النقط البردانيه فقط اللي شايفينها هون بيفرز نور ادرينالين، اما الباقي هذا الباقي كلياتها هيدي وهيدي وهيدي هي كلياتها بتفرز شو؟ ادرينالين. النقط البردانيه اذا نور ادرينالين، النقط والكبار هذول اللي مثل ما شايفين هو الادرينالين، بس مشان نفهم يعني، طبعا التشريح بليد وانا ما بحب اشرح تشريح بس يعني مشان تنفهم الفكره. طيب يتالف قشر القذر بقى من ثلاث مناطق، قشر القذر انتبهوا، ما لب القذر، لب القذر هذا هو قشر القذر، يتكون من ثلاث مناطق، المنطقه كوبيبيه حزميه شبكيه، فنحن احنا فين يعني نقول ميمكس عليها اللي هي حين شين ح قصدي شين كاف حشك، حشك لبك. طيب فاذا نذكروا دائما حشك يعني هي المناطق الموجوده بالمنطقه القشريه يعني. طيب ملاحظات، اكثر من 30 نوع من الاسteroidات القشريه موجوده، يا سلام، فوق ال 30 نوع من الاسteroidات القشريه، ليش؟ لانه هي بتتركب بكثير، في كثير انزيمات بتدخل بتركيبها، هلا رح نشوف هذا الحكي كلياته. طيب الشريانات المعدنيه لان تاثيرها يطال شوارد الحيز خارج الخلوي خاصه، اذا ليش اسمها شوارد معدنيه؟ لانه بتاثر على الان او والكي واللي هي شوارد واللي هي خلص هذا شيء علاقه بالمعدن يا جماعه. طيب القشرات السكريه لانه علاقه بسكر الدم، طب وقف قبل ما تحكي، انا لما عم بحكي عن هرمون له علاقه بسكر الدم ومانو الانسولين، فشو راح يكون رافع ولا خافض؟ اكيد رافع، احفظوها، فقط الانسولين بخفض والباقي كلياته بيرفع، تمام. طيب اذا خلينا نطلع على المنطقه القشريه من شو كون، اتفقنا من الكوبيبيه الحزميه الشبكيه نرمز لهم بحشك. اول شيء منطقه الكوبيبيه اللي هي اكبر شيء يعني، عفوا اكبر شيء قصدي ظاهريا اكثر شيء يعني، هي بالمنطقه الظاهريه اول شيء، تمام. اذا المنطقه الكوبيبيه اللي هي مباشره تحت محفظه القذر، انتم بتعرفوا يا جماعه هذا الحكي كله تشريح بس انا ما مضطر احكي، بس خلينا نحكي، هي القذر ماشي، هي القذر رح نرسمها، ها اوكي، هي القذر في عليها شو؟ محفظه بتغطيها. هلا اول منطقه بعد القذر هون هيدا شايفينه هون، هي المنطقه، تمام، هيدي هي المنطقه الكوبيبيه، ماشي، انا راح اعلم عليك كلياتها هون هون كلياتها منطقه الكوبيبيه، ممتاز. طيب هي المنطقة الظاهرية أكثر شيء، أوكي، وهي طبقة رقيقة 15%، مفرزاتها الأساسية الألدستيرون، مهم جدا نحفظ أن الكوبيبية مسؤول عنا مين؟ الالدوستيرون. وتذكروا الالدوستيرون من وين كان يجي؟ هلا بتتذكروا رح نحكي كثير عن الالدوستيرون. الالدوستيرون من وين كان يجي يا جماعه؟ كان يجي من الخلايا المجاوره للكباب، خلايا المجاوره للكبيبه من بالكليه، هي كان تفرز الرينين، والرينين بيحرض الانجوتنسين، والانجوتنسين بيروح بيحرض الالدوستيرون، صح ولا لا؟ اسم جمله الرينين انجوتنسين الالدوستيرون، اخر مرحله هي الالدوستيرون. فاربطوها دائما انه المنطقه المجاوره للكباب بالكليه هي كم بتفرز الرينين، والمنطقه الكبيبيه هي اللي بتفرز الالدوستيرون. شايفين ان اذا كلمه كبيبه دائما موجوده بهالجمله، هي داخله فيها يعني. طيب اللي دارس على فكره راح نلاحظ كثير في شيء من الفصل الجهاز البولي، فيعني يا ريت الواحد يكون مركز جهاز البولي قبل ما يحضر هذا الفيديو، لانه انا ما راح اعيد كثير حكي يعني عشان ما اطول الفيديو. طيب يخضع تاثيرها مين للارجيتنسين 2 والبوتاسيوم، هلا راح اشوف شو اللي دخل البوتاسيوم. المنطقه الحزميه اللي هي اكبر شيء، الطبقه الوسطى وهي اكبر حجم، تفرز الكورتيزول، الكورتيزول يا جماعه الكورتيزول باللام والكورتيزون نفس الشيء، ولكن نحن اذا كان الكورتيزون دواء بنسميه كورتيزون، اما اذا الجسم هو اللي عم يصنع هي الماده اللي هي الكورتيزول فبيسموها باللام، بس حرف اللام محطوط يعني هذا كورتيزون، ما نحن ما انه دواء عطيناه، هو جسمنا عم يصنعه منه لحاله،
تمام، بس تشوفوا حرف النون معناها هذا الدواء، هذه ابره اعطوها اياها للمريض فيها كورتيزون، يعني بين قوسين كورتيزول صناعي، تمام. اما هنا احنا عم نحكي كورتيزول طبيعي. اذا هي إيه انطق 75% هو تفرز الكورتيزول، وبالتالي اهم مفرزه للقشره القذر هي مين؟ هي الكورتيزول. الكورتيزول من وين بيجي؟ من الاي سي تي اتش، معروف هذا الحكي. اذا شيء كثير مهم يا جماعه، والله العظيم يعني هي معلومه كثير بحبوها وكثير مهمه. انا لما بقول لك انه انا عندي اي سي تي اتش ورحت على قشره القذر، هل انا بنبه قشره القذر كلياتها؟ لا يا بابا، انا المنطقه الكبيبيه بتفرز الدوستيرون، والالدوستيرون لا علاقه لها بالاي سي تي اتش. باي باي يا حبيبي، انا إلي علاقه بالانجيوتنسين 2. انت احكي لي عن انجيوتنسين 2 وعن البوتاسيوم، الاي سي تي اتش خليه لعمك الكورتيزول والهرمونات الجنسيه اللي هي موجوده بالمنطقه الشبكيه اللي هي اعمق شيء، تمام، وبالتالي هي على التماس مع لب القطر لانها عميقه جدا، تمام. هدول الاثنين هن اللي بيتاثروا بالاي سي تي اتش. هذا الحكي كثير مهم، يعني انا بيجي بقول لك تضطرب الهرمونات التاليه اثناء اضطراب الاي سي تي اتش، اثناء انخفاض او ارتفاع، او اذا بده يجيب لكم سؤال لسه على اصعب، بيقول لكم تضطرب احدى هذه الهرمونات، تضطرب هذه الهرمونات عند وجود مشكله مثلا او قصور او الى اخره في الغده النخاميه عدا. يعني شو هو الهرمون اللي ما دخله بالغده النخاميه؟ يعني ما دخله بالمحور الوطائي النخامي، عفوا ما دخله بالمحور النخامي تاع انه تفرز اي سي تي اتش وكذا والى اخره. مين اللي ما له علاقه؟ الالدوستيرون، ماشي يا جماعه، بس ركز على هالفكره كثير مهمه. ما دخله لا بالنخامه، ان شاء الله تنمحل من النخامه، ان شاء الله ما ينفرز اي سي تي اتش، ان شاء الله شوي يصير ما دخله. اما هو لعبته كلياتها شو؟ بتركيز الانجيوتنسين 2. طيب، ملاحظات تقوم خلال المنطقة الكبيرة بتركيز ثم تفراز طيب تركيز افراز هرمونات قشرة القذر من الكوليسترول اللي هيك هي استرويدية، تمام. طيب مصادر الكوليسترول من وين احنا بدنا نجيب الكوليسترول؟ قال يا من البروتينات الشحمية، شايفين الكلمات واضحة، الشحم، شحم يا جماعة له علاقة بالكوليسترول، الشحم، البروتينات الشحم، لأنه الشحم ما بيمشي لحاله بالدوران، بده حامل له. ودائما الحوامل اللي نحن اتفقنا هي مثل الجلوبولين الدرقي، شو كان جلوبولين؟ بروتين. فدائما نحن البروتينات بجسمنا هي اللي بتحمل، تمام، هي الباصات اللي بتحمل الاغراض. فالشحم لما بده يمشي بجسمنا يا جماعه لازم اجباري يكون بروتين حامله، فنحن عندنا شيء اسمه بروتينات شحميه اللي هي ال دي ال اتش دي ال الى اخره. اوكي، في المصوره غني بالكوليسترول، معظم الكوليسترول ياتي من هذا المصدر، ممتاز. طيب، كوليسترول مصنع من قبل خلايا قشرة القذر نفسها، شوف حتى هي بتصنع كوليسترول خاص فيها. بلكي يوما ما نقص ال LDL، تمام. اذا البيت الصحيح، البيت النظامي، البيت اللي بيكون خايف على حاله، بضل بيشتري خبز من الفران، ما انا يعني طبعا الفران البياع، ومع هيك بيكون عنده طحين لحتى يصنع قيمة ما بده، لانه جدا مهم هذول الهرمونات، فدائما لازم يكون موجود بقشرة القذر مصنع لها، تمام. لانه احنا اتفقنا ان الهرمونات الاسترويديه ما بتختزن، وانما الكوليسترول هو اللي بيختزن، تمام. اذا هي ما بتعمل اكسترا والله انه والله للوقايه خلينا نعمل مثل الهرمونات البتيدي، عفوا مثل الهرمونات البروتينيه، لا، هي بتختزن الكوليسترول او بتصنع الكوليسترول، ووقت الحاجه بتصنع بتبلش تخليه يتحول لهرمونات استرويديه، تمام. طبعا هي الحاله في الى تفصيل صغير رح نحكي فيه. تركيب الهرمونات القشريه، يتم شطر الكوليسترول. يلا خلينا نفهم شو عم بيصير، كيف يعني كيف تحولنا من الكوليسترول للكورتيزون؟ لو سمحت احكي لي. قال اول شيء بتيجي الكوليسترول وبيقسمه للبريجنولون، ما بيهمني تحفظ الاسم، بيهمني بس تحفظ انه وون كورتيزون الدوستيرون. فانا لما بقول لك بروجنيلولون له علاقه شيء بالغده الدرقيه، بتقول لي لا، ليش؟ لانه في وون الدوستيرون كورتيزون، تمام. طيب، تحفز هذه العمليه من قبل الاي سي تي اتش والانجيوتنسين 2 اللي تحرض افراز هرمونات. اذا البريجنولون له علاقه بالاي سي تي اتش يعني بالكورتيزول، ايه، له علاقه بالالدوستيرون لانه هو جاي من الانجيوتنسين 2، ايه، تحدث هذه التراكيب وين؟ بمنطقتين، يا المتقدرات يا اما بالهيوله. طيب، يتم تحفيز هذه المراحل بواسطه جمل انزيميه، يعني بواسطه انزيمات متعدده، سلسله من الانزيمات، سلسله من التفاعلات تؤدي لتشكيل العديد من الهرمونات اللي هي الكورتيزول والالدستيرون والاندروجينات واولاد عمه. يعني الخلاصه من الموضوع من هالفقره الثقيله اللي يقطع عمره اللي حاططها، باختصار عم يقول لكم انه نحن بنجيب الكوليسترول هاي، يعني مفرد الكوليسترول، وبنفككه بالبروجنولون عن طريق الاي سي تي اتش والانجيوتنسين 2، تمام. وين هالحادثه بتصير؟ هالشطر هذا بصير يا بالمتقدرات يا
بنحب الشبكه اللي هي الباطنه، تمام. بيجي هذا البروجنر لون بقى نعطيه بنحط بنتحش فيه شيء 16 20 مليون انزيم، تمام، جمل انزيميه متعدده ومحدده بدقه، تمام. يعني كل انزيم له الوظيفه، فاذا مثلا حطينا 16 انزيم الاسم الفلاني لا بلا 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 بيعطي الدوستيرون، واذا جبنا البروجنر لون، اذا بيعطي البروجنر لون بيعطي الدوستيرون، واذا جبنا البروجنر لون حطينا له مثلا 25 جمله انزيميه 25 انزيم اللي هن بابا 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 بيعطي كورتيزون، ماشي. اذا بس خلاص الموضوع انه حسب الانزيمات اللي عم تنحتوا للبريجنولولون هي بتحدد هل هو رايح على الالدستيرون ولا هل هو رايح على الكورتيزول ولا هل هو رايح على الاندروجينات ولا هل هو رايح لوين ما كان، ماشي. اذا بس نفهم هي الفكره. طيب نقرا هرمونات قشره الكظر، كيف قشره الكظر؟ هون لازم نركز، تفرز في الدوران، ترتبط ببروتينات مصورة وتحمل إلى خلاياها المستهدفة. وقف شوي، يعني أنت عم تقول لي إنه هي ترتبط ببروتينات مصورة مثل الجلوبولين الدرقي؟ يا حبيبي أنت هلا من شوي كنت عم تقول لنا الهرمونات الستيرويدية ما بتتشكل ما بتختزن، تمام. أنا عم بقول لك هي ما بتختزن، هي بترتبط بس مشان ينقل، مشان تنقل، لأنه ما فينا تمشي استرويد الكوليسترول الشيء الشحم ما بيقدر يمشي لحاله، بده بروتين حامله، تمام، ولكن ليس مستودع. أما الجلوبولين الدرقي فكان حرفيا مستودع. إذا لازم نفرق يا جماعة، نربط بين المواضيع. إحنا اتفقنا إنه الهرمونات البيبتيدية البروتينية تختزن، تشتغل بتختزن. أما الهرمونات الاستيرويدية هذا الحكي من المحاضرة الأولى بدايتها، الهرمونات الاستيرويدية لا تختزن وإنما الكوليسترول هو اللي يختزن، تمام، مشان لما بدنا اياه نحتاجه. مثل ما اتفقنا، يا انا يا بعمل دبس فليفله ورب البندوره يعني وبحطه بالثلاجه، يا اما بحط الفليفله ذات نفسه بالثلاجه وايمت ما بدي بطلعه. فالهرمون الاسترويدي هيك بتشتغل، بتحط الكوليسترول بتقول لك انا ايمت ما بدي بطلعه وبشتغل عليه. فلما بترتبط بالبروتينات المصوره فهي ما لها مستودع، لها هي ما بترتبط كونه مستودع، هي بترتبط كونه فقط ناقل، كونه فقط باص بوصلها للخلايا المستهدفه. طيب هذا الارتباط فائدتين، اللي هو فائدة الارتباط بالبروتينات المصورة، يعني تقييم التغيرات المفاجئة المتستمرة للهرمون. طيب مثال تغيير مستوى الكورتيزول أثناء الكروب. وأخيرا اكتشفنا شو وظيفة الكورتيزول، وأخيرا صلنا 60 سنة عم نحفظ الكورتيزول، نسمع بالكورتيزول والسيروتونين القشري، أهلا وسهلا. هلا فهمنا شو يعني الكورتيزول. إذا الكورتيزول ينتج أثناء الكروب، ونسمع من كلمة الكروب، إذا احفظوها يا جماعة شيء كتير سهل، كرو ماشي، يعني قريبين، كورتيزول كروب. طيب الكروب سمعني هنا، صح سمعني بالجهاز الودي، يتحرك اثناء الكروب والقلق والى اخره. العام معناه الكورتيزول بيتحرك اثناء القلق، ايه، ولكن هلا بنشوف الفرق الصغير الموجود، او حتى صراحه الفرق الكبير بين الكورتيزول والادرينالين شو هو. طيب اذا تقليل من التغيرات المفاجئه في المستويات الدورانيه للهرمونات، ليش؟ لانه يا شبي يا اخي انا بدي لك على شغله، ماشي، اعتبر انت جسمك من مدينه، تمام، وفي هالمدينه دائما دوريات شرطه، وهذه الدوريات الشرطه يعني بالسيارات عم تدور حول المدينه، وايمت ما كان في جواتها شو، في جواتها شرطه، شرطي حامل مسدس بيقعد بشقفك. لهيك اي تغيير مفاجئ رح يصير، اي تغيير مفاجئ فورا رح يطلع الشرطي من السياره ويتصرف ويعمل اللازم. لهيك انا لما بقول لك هذا الحكي، انا عندي بروتين، انا عندي الخلايا الهرمونات الاسترويديه موجوده وجاهزه ايمت ما كان، قاعده بالبروتينات المصورة اللي هي السيارة تاعت الشرطة عم تدور وعم تدور، أي تغيير مفاجئ فهي فورا جاهزة لحتى تشتغل. ليش؟ لأنه هي ما أنا متصنعة من قبل. إذن لماذا هذه الفائدة للارتباط؟ لأنه هي ما عندها مخازن، انتبهوا يا جماعة. إذن هي ما عندها مستودعات، بمعنى مستودعات مثل الغدة الدرقية، مثل مخزون الغدة الدرقية، لأنه اتفقنا هي بتخزن الكوليسترول، فلهيك هي تميل لأنه الباصات اللي إلها تنام فيه، يعني الباصات هي يكون مخزن احتياطي، فينا نقول مثل ما مكتوب مخزون احتياطي، تمام، مشان لما بدنا يكون في تغير مفاجئ، لما نحن بحاجه كورتيزول فجاه ما ننظر والله على الكوليسترول. تخيل والله انت بدك كورتيزول، انا مثلا في النفطه صار معي شغله، هل راح نشوف شو مهام الكورتيزول، تمام، انا صار معي شغله مفاجئه مثلا، تمام، فانا بدي كورتيزول فورا، والله يا حبيبي والله تعال انطر بقى الكوليسترول ليتحول لبريجنولون، والبريجنولون يروح على المتقدره، والمتقدره تنتظر الاس تي اتش والجلوتامين والحبه عند الطحان، والطحان تي 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 تي. يا حبيبي لا، نحن عندنا الشرطه اللي دائما عندها مناوبه موجوده بالدم، خايف دائما الكورتيزول بينفرز بحالات المفاجاه. طيب ضمان توزيع متجانس نسبي للهرمونات على النسج المختلفه مفهوم، انا ليش حتى يكون عم بيسبح سبحان بالدم ويروح وين ما بده؟ لا، انا عندي باص بوصله بطريقه محدده، انت يا معده بتاخذي مثلا جزيئتين كورتيزول، انت يا قلب بتاخذ جزيئتين كورتيزول، انت يا كذا بتاخذ جزيئتين، يعني المهم بطريقه منظمه. طيب عمر النصف، اتفقنا كلمه عمر النصف يا جماعه شو معناها؟ يعني قديش ايمتى بيخلص مفعول الهرمون او الدواء او الماده الكيميائيه او اي شيء، تمام. طيب العمر النصف للكورتيزول
60 ل 90 دقيقة. هلا فهمنا شو الفرق بين الكورتيزول والادرينالين. الادرينالين بينفرز بحالات الكروب، ولكن حالات الكروب الحادة اللي هي بتصير اثناء ثواني وبذول اثناء ثواني، تمام. اما الكورتيزول فهو بيطلعه 60 دقيقة، يعني ساعة، مشان نفهم. فهو اذا عمره النصفي بالساعات وليس بالثواني مثل الادرينالين. يا جماعة الادرينالين انت لما واحد بيجي من وراك بخوفك بيعمل لك هيك، انت خفت، تمام، بس بعدين خلص دقيقة دقيقتين ثلاثة بيرجع قلبك طبيعي، بيرجع قبضك طبيعي، وخلص عايشين، تمام. هربت انت من كلب خيو، لحق كلب، خلص وراح ضيعته للكلب، دقيقتين خمسة دقائق 10 دقائق بيروح. اما الكورتيزول لا، الكورتيزول ساعة 90 دقيقة الى اخره. هي مثلا انت بيكون عندك مثلا في النفترض فحص، تمام، فانت بتضل متوتر الفحص الى اخره، فانت بتضل ستريس، بتضل في حالة كرب اجهاد، يعني كروب يعني اجهاد، تمام. طبعا في حالات تانية مثل الحراره الانتان الى اخره، هلا كلياته راح نشوفه. اذا هذا الفرق بين الكورتيزول والادرينالين يا جماعه. الادرينالين والنور ادرينالين ثواني وبيخلص مفعول، اما الكورتيزول ساعات، ساعه ساعه ونص مثل ما شايفين. العمر النصفي للدسترون هو 20 دقيقه فقط، تمام، مفهوم. خلينا نحكي بقى استقلاب الهرمونات القشريه. تستقلب بشكل اساسي في الكبد، هذا اللي بدنا نحفظه، تمام. والمصير الهرمونات القشريه بعد، طبعا هي بترتبط بالحمض الجلوكورون، تعرف نحن الصفراء، قصه الصفراء من الفصل العاشر، وارتباط المكونات كلها البيروبين واي شيء معه بيرتبط مع الحمض الجلوكوروني، والجلوكوروني بينفرز مع بالصفراء وين؟ بالامعاء، والامعاء بتجي بتبلش بقى تكب كيف. فلهيك مصير الهرمونات القشريه بعد الاستقلاب تطرح مع البراز عن طريق الصفراء او مع البول، ممكن الكليه تساعد بطرحها شوي. طيب هلا وظائف هرمونات قشره الكظر. هرمونات قشره الكظر يا عم نحكي احنا الدوسترون يا الكورتيزول. يلا خلينا نشوف بقى شو وظائف الهرمونات. اول شيء الهرمونات المعدنيه الالدوستيرون. يا جماعه الالدوستيرون اتفقنا هسه قبل ما نحكي عنه، تمام، او خلينا نريد العمل بشكل سريع. الهرمونات الاسترويديه مستقبلها وين؟ موجود بالهيوله، تمام. طيب هاتوا خلينا نشوف. يعبر الالدوستيرون بشكل سهوله جدا جدا الغشاء الخلوي. ليش؟ لانه هو طبيعته شو؟ جاي من الكوليسترول، ابوه جده الاسبق كوليسترول يعني شحم. والغشاء الخلوي اذا انتم ما بتعرفوا هو طبقتين فوسفوليبيدات، فوسفوليبيد يعني شحم بالانجليزي، يعني انا كاني عم بقول لك بيتك مطرحتك يا حبيبي. فبيصمد زمط الالدوستيرون من الغشاء الخلوي. ليش؟ لان الغشاء الخلوي هو مكون اصلا من طبقتين من الشحوم الفوسفوريه، الشحوم يا جماعه شحوم، فاكيد رح تمرق بسهوله. فلهيك اذا هو يمرق بسهوله نظرا لقابليه انحلاله في الدسم، والدسم هو المصنع للغشاء الخلوي. يرتبط بمستقبلاته الهيوليه الموجوده وين؟ بالهيوله، اسمه مستقبلات هيوليه. هلا لما بيرتبط بصير اسمه معقد، معقد الدوستيرون مستقبل، هذا اللي بيروح للنواه. ما هو اصلا كل الهرمونات بالاخير مثواها الاخير للنواه يا جماعه. يحرض على استنساخ الدي ان اي. لما بيحرض استنساخ الدي ان اي، بتعرف الدي ان اي هو شو؟ بروتين. فبالتالي يتركب العديد من البروتينات، والبروتينات طبعا نحن عندنا انواع بروتينات، عندنا انزيمات، عندنا بروتينات غشائيه، بروتينات لها وظائف متعدده. يقوم الدوسترون 90% من عمل القشرات المعدنية. اذا شوفوا يا جماعه في اسماء ثانيه احنا مذاكر لكم اياها، يعني انا ما بقول لك القشر الكثر شو بتفرز، بتقول لي الدوسترون وعفوا كورتيزول واندروجينات، بقول لك تمام. هل هذا كل شيء؟ بتقول لي لا، في عشرات، انتبهوا عشرات الهرمونات، بس نحن مذاكر لنا اياهم الوزاره لانه بيحبونا. ان شاء الله بالمستقبل بتاخذوهم وقت راح تتسلوا كثير فيهم يا حبيباتي. طيب ليس الالدوسترون تاثير اني في الخلايا المستهدفه، اذا تاثيره بطيء، فهو يحتاج الى 45 دقيقه. تخيلوا يا جماعه يحتاج الى 45 دقيقه على الاقل ليتفاعل، وهو اصلا ما بيشتغل غير شو؟ غير نص، غير 20 دقيقه. يعني تخيل اذا انا اليوم، اذا انا هلا بهاللحظه فرزت الالدوسترون، فهو بده 45 دقيقه، 3 4 ساعه ليشتغل، ويا دوب بيشتغل 3 ساعه وبيخلص، يعني مسخره. طيب ولكن نحن بحاجته. ليش؟ ان الالدوسترون من اهم الهرمونات في الجسم، انتبهوا. ليش؟ لانه هو بحافظ على كميه الماء الموجوده بجسمك. لما بقول لك انا بحافظ على كميه الماء، فيا جماعه انا عم بقول لك بحافظ على الضغط، بحافظ على السائل خارج الخلايا، وكمان بحافظ على السائل داخل الخلايا، لانه بتعرفوا بيتبادلوا مع بعض، وبحافظ على الشوارد، وبحافظ. الالدوسترون مهم جدا جدا. رح تنذكر فكره كثير مهمه يا جماعه، احفظوها رجاء. الالدوسترون وايله من قبل، انا الالدوسترون حص طب، حص طب، حص طب، حص طب، ضروري اعيدها اكثر من مره، يا ريت تكتبوها، يا ريت تحفظوها. طب طب، نحن ما بندرس طب، فحص قبله. فهو حاصر صوديوم طارح بوتاسيوم، فحص طب، تمام. اول حرف من كل كلمه يا جماعه، العالم كلها بتغلط وبتجي بتقول حاصر بوتاسيوم طارح صوديوم. والله العظيم يا معالم بيطلعوا من الامتحان عم يبكوا بس كرمال هالمعلومه البايخه، بس لانها فعلا بتدخل الحياه. فلهيك احفظوها، حصطب حصطب حصطب، احفظوها. طيب اذا هو شو بيعمل؟ بما انه حصطب فهو بيحبس الصوديوم، يعني جوات الدم بيحبسها، وبيطرح البوتاسيوم من الدم للبول.
فهو وبالتالي انا بقول لك بيحبس الصوديوم بالدم، فبالتالي رح يرتفع تركيز الصوديوم تمام في السوائل الخارجيه. ليش بالسوائل الخارجيه الخلويه؟ لانه الدم هو سائل خارج الخلايا يا حبيبي، الراجع الفصل الاول اذا انت نسيان، الدم والسائل الخلالي هو سوائل خارج الخلويه ولكن بمقدار ضئيل. هلا بنشوف ليش نقص مهم في تركيز شوائل البوتاسيوم في السوائل الخارج الخلويه. شايفين كيف؟ انتبهوا على التعتيم الازرق، القلم الاسود بخط عريض مهم. زيادة في اطراح شوائل الهيدروجين، ليش؟ لانه يا اخي انت بتعرف الهيدروجين والبوتاسيوم وحكينا فيهم من الفصل الثامن انه هن الانتحاريه، هن اللي ما لهم شيء، هن اللي بدك اي شيء، يلا بدك سلعه تقايض فيها كب هيدروجين وكب بوتاسيوم وخذ اي شيء بداله. طيب فبالتالي الهيدروجين كمان بالنبيبات الجامعه. طيب الزياده الشديده في امتصاص الصوديوم والكلور بطرح البوتاسيوم، اذا الزياده الشديده اذا ليش؟ لانه هو حابس الصوديوم فهو دائما، اذا الالدوسترون همه الوحيد يلقط صوديوم من وين ما كان، من وين فين يجيب صوديوم راح يجيب تمام. اذا انا يا بدي امتص صوديوم امتصاص يعني بالكليه بالغده العرقيه او هيك شيء، يا اما شو بسموها بدي يزيد امتصاص الصوديوم من الامعاء ذات نفسها. الامعاء انه يعني هي الامعاء فيها اكل، انت اكلت اكله مالحه كل الصوديوم بامعائك، فكمان الكولون بياثر عليه الالدوسترون بيخليه يشفط صوديوم. ليش؟ مشان يرفع الصوديوم بالدم تمام. اذا وظيفه الالدوسترون حابس الصوديوم يعني بيرفع الصوديوم بالدم ومنقص للبوتاسيوم، طارح بوتاسيوم فبينقص البوتاسيوم من الدم. اوكي هذا خلينا نحكي واحده واحده. تاثير حابس الصوديوم وطارح البوتاسيوم، اي ان عاده امتصاص وطرح البوتاسيوم يحدث هذا التاثير في النبيبات الجامعه والنبيبات الملف القاسي، وحكينا هذا الموضوع بالفصل الجهاز البولي مره نرجع نعيده. ارتفاع تركيز الصوديوم في السوائل الخارج الخلويه، هون لازم نفهم شوي شغله، قال بمقدار ضئيل. ليش؟ يعني ليش بمقدار ضئيل والبوتاسيوم هلا مثل ما حشوف بمقدار كبير؟ قال لانه اعاده امتصاص الصوديوم اللي بتصير من نبيبات الجامعه يا جماعه ومن النبيبات القاسيه البعيده تترافق بامتصاص كميه معادله من الماء بآليه الحلول. ليش؟ يا حبيبي يا عمري بتتذكر الهرمون اللي كان اسمه اي دي اتش؟ اول شيء الاي دي اتش شو كان بيشتغل؟ كان اسمه الهرمون المضاد للاباله، يعني بيمنع التبول مشان يرفع تركيز مشان المي اللي موجوده بالدم ما تنكب على البول تمام. ليش هو كان يعمل هيك؟ لانه انت وقتها كان تكون اكل اكله مالحه وما شربان بعض مي، فالحلوليه جوات البلازما اللي لك، الحلوليه جوات الدم اللي لك مالحه كثير، فبحاجه مي لتمددها. مثل اذا انت عندك كاسه عصير فيها كثير كثير سكر فانت بتكسرها بمي، فلهيك هذا كان يشتغل هيك الاي دي اتش. طيب انا اي دي اتش تمام وقاعد عم بطلع هيك من بعيد وشايف الالدوسترون عم يشفط صوديوم، عم يشفط صوديوم والدم عم يرتفع فيه الصوديوم، عم يرتفع فيه الصوديوم، يعني الحلوليه تاعت الدم شو عم بصير فيها؟ عم تكتر. فانا شو بدي اسوي؟ بساطه راح انفرز، راح ينفرز الاي دي اتش، فبيروح الاي دي اتش بيشفط مي، بيجي عند الكلى بيشفط مي، بتقول الكلى يا اخي انت ليش عم تشفط مي؟ مين الافرق؟ مين حرضك؟ راح يقول انا شو دخلني؟ انت صار فيك الالدوسترون اجى لعندك وشفط كثير صوديوم، اتعبى الدم صوديوم، بدي مدد هالصوديوم انا، فبدي اشفط مي، فبينشفط مي. فلهيك انشفط مي انشفط صوديوم، انشفط مي انشفط صوديوم، فمع بعض ما بتحس انه الصوديوم كثير تركيزه مرتفع، لانه احنا تركيز الصوديوم بناخذه على حسب المي الموجود فيه. فانا بقول لك مثلا معلقه ملح موجوده في كاسه، ولا بقول لك برميل ملح موجود بالبحر، فهو نفس الشيء. ليش؟ لانه هي المعلقه بالنسبه للكاسه هي 1%، والبرميل بالنسبه للبحيره مثلا هو كمان 1%، فاحنا بناخذ تركيز الصوديوم بالنسبه للمي. فانا لما ارتفع عند الصوديوم بعد مباشرة ارتفع عند المي، فأوريدي المحصلة هي شو؟ كتير فرق قليل، فرح يكون مرتفع بشكل كتير كتير قليل تمام. فضلا عن شغلة كتير مهمة هم زارك لكم إياها، الـ RAAA عفوا اللي هو الرينين أنجوتنسي ألدوسترون، الجملة هاي هي كمان بتحرض الـ ADH. انتوا حكي احنا اللي متابع الفيديو الجهاز البولي بيعرف هالشيء. اذا الريني الانجوتنسين 2 بيروح على على النخامه الخلفيه بخليها تفرز اي دي اتش، يعني افراز الاي دي اتش هون ببقى متعلق بس انه والله صار عاده امتصاص صوديوم وانجبر انه يفرز، لا هو ذات نفسه اوريدي بيكون مفروز من قبل نتيجه الانجوتنسين، يعني اللي حرضه للالدوسترون راح يحرض الاي دي اتش كمان، وبالتالي راح يسحب مي اجباري عنه الالدوسترون سواء اشتغل او ما اشتغل. طيب زيادة بسيطة في تركيز الصوديوم في السوائل الخارج الخلوية تحرر تحس العطش مفهوم وتناول الماء بكثرة، يعني انت يا حرضت الـ ADH يا اما جبت المي اصلا من برا يعني. طيب نقص مهم، هلا ركزوا شوي، نقص مهم يا جماعة بتركيز. ليش نقص مهم؟ طب ليش بالصوديوم؟ فهمنا بالصوديوم ليش نقص قليل زيادة قليلة، بالبوتاسيوم ليش نقص مهم؟ لانه يا خي انت لما بتقول طرح بوتاسيوم فالالدوسترون احنا بيشتغل وين؟ بنويبات الجامعة والقاصيه تمام. وتذكروا احنا قلنا انه انت لما بدك تشتغل انت لما بالانبوب القريب فانت ما بحاجه وسيط، ما بحاجه واسطه، اما لو بدك تشتغل بالانبوب البعيد فانت بحاجه واسطه، بحاجه هرمون لحتى يشغلك. واتفقنا انه كل الهرمونات مثلا الالدوسترون الاي دي اتش كذا بتشتغل شو؟ بالانبوبات القاسيه والجامعه. المهمني انا شفطت صوديوم من وين؟ من اخره النبيب القاسي تمام. طيب السؤال المهم جدا يا جماعه،
انا لما شفطت مي من نهايه الصود... انا لما شفطت صوديوم من نهايه النبوية الجامعه خلاص انتهينا. يعني بعد النبوية الجامعه في الحويضه، والحويضه بعد المثان الحالب والمثان، وخالصين صار بول. لما انا بطرح بوتاسيوم وين بمكان اللي عم بشتغل فيه انا، يعني بالنبويات الجامعه والقاسيه، مين راح يمتص البوتاسيوم؟ راح يعيد امتصاصه. اذا ركزوا، انا لما بكب البوتاسيوم بالحاله الطبيعيه راح ينكب الكليه مثل ما اتفقنا، بتكب الكليه بالرشاحه بالكبيبه بمحفظه بومان، وبعدين ببلش يمتص بالنبويب القريب. تمام. طيب اما انا لما بكب البوتاسيوم باخر مرحله منه وين؟ بالنبويات الجامعه، يخرب بيته شو ملعون. يعني انا الالدسترون ما شفت ملعون اكثر منه. بيجي بيكب البوتاسيوم وين؟ بالقنوات الجامعه والنبويات القاسيه. ما بقى في اعاده امتصاص هون، انتهينا خلصنا، صار بول، صار بالحويضه. انت الحويضه حالب مثاني خلص تبولت، بقى في عندك انت هون بقى نبيب قريب وعلوثان كلها راحت. فلهيك هو لماذا اذا انخفاض كثير؟ لانه زياده الاطراح القلوي. لما انا طرحت طب زياده اطراح القلوي شو يعني؟ زياده اطراح القلوي الكلوي، زياده اطراح الكلوي بس بنهايته، فانا خلاص ما بقى في عندي شيء، ما بقى عندي اعضاء او اجهزه تقدر تشفط هذا البوتاسيوم. على الاخير خلاص صار بالبول اجباري. لو انا كان الالدسترون بيشتغل على النبيب القريب كنت بقول لك خيو عربت هاني مثلا تشفط شوي، النبيب القاسي مثلا ممكن يشفط شوي. اما انا لما بقول لك بنهايه النفرون خلاص، اللي ضرب هرب واللي هرب هرب ما ادري شو بقوله. طيب تحريض نقلها الى داخل الخلايا. قال كمان الالدوسترون، انتوا بتعرفوا يا جماعه البوتاسيوم شو هو؟ البوتاسيوم شارد شو؟ داخل خلويه ولا خارج خلويه؟ بتتذكروا، راح اتذكركم، اللي كان يعمل زوال الاستقطاب هو الصوديوم ويكون برا. بتتذكروا الرسمه تاعت القلب من فيديو القلب اللي شغلته، بكون هيك الصوديوم لونه اخضر. اما البوتاسيوم فهو عوده استقطاب وهو موجود داخل شارد داخل خلويه دائما، حفظناها بتوقع. الصوديوم شارد خارج خلويه والبوتاسيوم شارد داخل خلويه. فالبوتاسيوم بالحاله الطبيعيه رح يدخل جوات الخلايا، فبيقوم الالدوسترون بحرضه اكثر. يعني ما في شو منعه، بحرضه اكثر للبوتاسيوم. يلا تفضل تفضل على بيتك واطرح اكل البوتاسيوم، ما عنده مانع لانه هذا بيته مطرحه. وبنفس الوقت بيمسك بخليه البوتاسيوم اجباري عنه ينطرح من الكليه وين؟ باخر مرحله من النفرون، واللي ضرب هرب واللي هرب هرب مدري شو، وبالتالي ما بقى في حدا يقدر يعيد امتصاصه. فلهيك بيصير طرح هائل وشديد جدا لشوارد البوتاسيوم، او نقص شوارد البوتاسيوم جدا بالسائل خارج الخلوي. تمام. طيب يعني بالدم زيادة في اطراح شوارد الهيدروجين في نبات الجامعة. ليش؟ انا اتفقنا احنا شوارد الهيدروجين هو هذا الخدام اللي بيعفسه دائما. انت رح ترجع تعمل اعادة امتصاص صوديوم بالنبيبات القاسية، فانت بدك حياتي. اتفقنا النبيبات القاسية بدها واسطة، يعني الموضوع ما سهل هيك، ولا مثل النبيبات القريبة يلا بالانتشار وخالصين. لا، انت بدك شيء مبادل. تمام. فالهيدروجين هو المبادل لاعادة امتصاص الصوديوم. فالالدوسترون على مستوى شوف يا جماعة، شوفوا انا عندي هون الدم، ماشي، هي الدم وهي البول. تمام. طيب وعندي هون هي النبيب القاسي، ماشي. انا لما بدي انقل يا جماعه، بس ركزوا معي شوي، انا لما بدي انقل، اذا هون في ان جاي من وين؟ من البول، من الرشاحه يعني للمرتشح. انا بدي اعاد امتصاصه، يعني بدي اخليه يتحول من البول لوين؟ للدم. فما فيني انا والله هيك ببساطه، لا خلاص طلعت شارده، هي ما شارده مجبه، الصوديوم ما شارده مجبه، بدك تطلع شارده مجبه، بدك تدخل شارده مجبه بداله. فالدم فيه قش، فيه قش كثير، وطبعا فيه انزيمات ثانيه، ولكن الله عامل لنا القش الاتش هو الشارده المضحيه، فبلش الاتش يدخل للبول والان اي يطلع بالدم. هذا الشيء شو معناها؟ اوكي اتفقنا اذا الان اي راح يرتفع، ولكن هذا الشيء شو معناها؟ معناها الاتش بالدم راح يقل، لانه كل ما عم يروح بالبول. شو يعني قل الاتش؟ بتذكروا نحن من ايام زمان وحتى من البكالوريا بتعرفوا انه الاتش الشاردة الهيدروجين هي اللي علاقة بالحمض والاستقلاب، والشوارد اللي والحمض هو اللي فيه اتش كثير، صح ولا لا؟ بروتون، البروتون مكان رمزه اتش يا جماعه، اللي فيه اتش كثير وبيعطي للعالم كثير. هذا شو؟ هذا من ايام البكالوريا اللي بيعطي بروتون هو شو؟ هو حمض. تمام. فيه ليش؟ عنده اتش كثير. طيب اما اللي اتش قليل هذا شو؟ هذا اساس. يعني شو يعني بيش له فوق السبعه؟ يعني قلاء. فكل كلمه قلاء يعني حاله فوق السبعه، يعني اسس قلائيه. طيب نتيجه شو؟ نتيجه نقص البروتونات او نقص شوارد الهيدروجين في السائل خارج الخلوي.
طيب، زيادة شديدة في امتصاص الصوديوم والكلور وطرح البوتاسيوم هذا بالخلايا، طبعا بالإضافة للكلية، بالخلايا الغدد اللعابية. ليش الغدد اللعابية فيها شوارد؟ طبعا فيها شوارد، ونحن اتفقنا انه دائما الصوديوم والكلور دائما بيكون في عكسه البوتاسيوم. دائما يا جماعة احفظوها، البوتاسيوم بيجي دائما عكس الصوديوم. صرنا عارفين كذا مثال عن هذا الموضوع اللي راح اذكركم فيه. فإذا الغدد اللعابية، بتتذكروا مين كان المسؤول عن الغدد اللعابية عن إفراز الشوارد؟ اللاودي. اما الودي شو كان مسؤول يا جماعه؟ كان مسؤول عن افراز اللعاب كمان، ولكن اللعاب الغني بالبروتينات. اذا اللعاب، هذا من الفصل الرابع، الجدول المقارنه. تذكروا يا جماعه، انا بتذكروا، انتم لازم تتذكرون اكثر مني، انا ماني طالب تحضيريه. الغدد اللعابيه بتفرز اللعاب، اللعاب الودي ثخين لانه فيه بروتينات، اللعاب البلاودي غني بالشوارد، رقيق غني بالشوارد، الشوارد هي هي. والصوديوم يا جماعه دائما لما يكون موجود صوديوم كلور عكس راح يكون موجود اجباري اللي هو البوتاسيوم. هلا صرنا شايفين ثلاث امثله لحد هلا. اول مثال بالغدد اللعابيه انه الصوديوم الكلور، وبالجهاز الهضم كمان دائما المفرزات الهاضمه دائما يكون في صوديوم كلور وعكسه البوتاسيوم. وشفنا هلا الالدوستيرون حصطب حاصر صوديوم طارح بوتاسيوم، شايفين كيف عكس بعض. بالخلايا القلبيه الصوديوم بيدخل البوتاسيوم بيطلع عكس بعض، واحد خارج خلوي وواحد داخل خلوي، واحد على زوال استقطاب واحد على بعض استقطاب، دائما عكس بعض. شايفين هالامثله كذا، اكتبوها اكتبوها، دائما اربطوا الافكار بين بعض، مشان فورا بس تقروا كلمه صوديوم تعرفوا انه قصدهم على كذا او كذا او كذا او كذا. طيب، زياده امتصاص الصوديوم في الامعاء خاصه القولون، هي مفهومه من الحكي ما بدي احكي. طيب، مين اللي بيأثر على افراز الالدوستيرون؟ اول شيء كثير سهل، بما انه هو بيقلل افراز البوتاسيوم، فارتفاع البوتاسيوم راح يحرض الالدوستيرون، لان احنا بحاله استدباب، نحن يمين جسمنا لا حتى يكون بحاله استدباب. فانا بتطلع هيك على الدم، بدي الدم في كثير بوتاسيوم، شو بدي اساوي؟ خليني افرز الهرمون اللي بيشقف البوتاسيوم. مين الهرمون اللي بيشقف البوتاسيوم؟ طب طارح بوتاسيوم، هو الالدوستيرون. وبنفس الوقت انا اذا كان عندي كثير صوديوم، هلا لما انا بقول لك كثير صوديوم بالبلازما، فاكيد راح يكون معي كثير مي، اتفقنا على الموضوع هذا دائما، لانه المي بتلحق الصوديوم، المي بتلحق الملح، بتعطش بتشرب مي. فلما بقول لك حجم الدم والسائل الخارج الخلوي كتير عالي نتيجه وجود المي كتير، نتيجه وجود صوديوم كتير، فانت بتقول لي والله معناها في صوديوم كتير، فلهيك انا بدي افرز الالدوستيرون. عفوا، لما بيكون في سائل خلوي قليل الصوديوم بده ينفرز الالدوستيرون، لانه الالدوستيرون شو؟ الالدوستيرون حاصر صوديوم. فانت لما بيكون عندك قله بالصوديوم الدم وقله بالسائل الموجود بالدم، قله بالسائل عفوا يعني بالماء بالسائل الخارج الخلوي يعني بالدم، نتيجه انه ما في صوديوم بالاصل، فانت بحاجه الالدوستيرون مشان ينفرز يحبس لك صوديوم ويرجع لك المي للسائل الخارج الخلوي. تمام. طيب، الخلاصه طبعا دور الكليه الاساسي، يعني حسب الكليه اذا شغاله ولا لا، يعني بالقصور الكلوي ما رايك يشتغل هذا كل هذا الحكي. اذا الكليه فاشله عن القيام بعملها او صاير فيها اضطراب او مرض، ما رايك يشتغل الالدوستيرون بشكل مزبوط. خلاصه طيب، ليش تفعيل جمله الرنين زياده شديده في افراز الالدوسترون؟ اتفقنا ليش، لانه هي المحرض اصلا. زياده تركيز الخلايا كمان زياده شديده في افراز، لانه هو اللي بده ينزله للبوتاسيوم. هلا القشريات السكريه الكورتيزول، اليه تعمله نفس اليه تعمل تماما الالدوسترون، بلا بلا بلا. اهم وظائف الهيدا، قال هو مقاوم للكروب والاجهاد. انا بقول لك مقاوم للكروب والاجهاد، فانت بتقلي معناها مثل الادرينالين، يا سلام، بيوسع الحدقه بيسرع القلب، بلا بلا بلا. بقول لك لا يا حبيبي، هذاك الادرينالين بيقوم بشغلات حاده، حادة بالطب يعني، طبعا حادة بالطب معناها سكين، حادة يعني سريعة مفاجئة. أما الكورتيزول، فالكورتيزول مثل ما قلت لكم عمره النصف طويل، فهو بيشتغل على الشغلات اللي بتطول أكثر، ما أنا مثلا رفيقك خوفك أو هربت من شغلة أو كذا إلى آخره، لا. فلهيك على هالمدة الطويلة جسمك بحاجة طاقة. تمام. إذا أنا أدرينالين، تمام، أنا الأدرينالين أكثر شيء بيعمله إنه بفكك الجلوكوجين وبيحرض لنا السكر كمصدر أساسي للطاقة، ولكن ما بيفكك الشحوم، ما بيفكك البروتينات. الأدرينالين ما له علاقة بالبروتينات. ليش؟ لأنه خلص أنا كل شغلي أصلاً دقائق معدودة وراح أخلص كأدرينالين. أما الكورتيزول بما إنه مفعول ساعات وساعات، فهيك أنا بحاجة لطاقة أكثر أو بديل عن السكر، لأنه السكر فوراً بينحرق. لهيك الكورتيزول بيستقلب كل شيء، عدوا أصابعكم، استقلاب سكريات، استقلاب شحوم، استقلاب بروتينات، استقلاب امي، بيستقلب كل شيء، يخرب بيته كل شيء بيستقلبه. تمام. طيب، وله تاثيرات مضاده للالتهاب، هلا رح نحكي فيه ونشوف. استقلاب السكريات اول شيء، يعني دائما احنا اتفقنا شو يعني استقلاب السكريات، يعني بحول الجلوكوجين لجلوكوز، فهذا بيسموه، هي العمليه بيسموها استحداث السكر، استحداث السكر. تمام. طيب، واستحداث السكر بيجي منه كمان حاله خاصه كثير اللي هي اسمها استحداث السكر صراحه، اللي هي انه من البروتينات ومن مواد ثانيه بيطلع جلوكوز، وهذا يا جماعه شايفينه من قبل بمحاضره بس ما بتذكر وين هي كانت. اذا فنحن عندنا شيء اسمه تصنيع السكر، اصطناع السكر. تمام.
اذا هو هون فكر في شويه اغراض بالمصطلحات، بس يعني استنقاص الجلوكوز يا جماعه بيجي من الجلوكوجين، بيفكك الجلوكوجين بتحول لجلوكوز، يا سلام احلى حكي. اما استحداث يعني اختراع، يعني عم تعمل الجلوكوز من شيء ما له جلوكوز، الجلوكوجين هو جلوكوز. اما لما بقول لك بروتين حولته لجلوكوز انا، يعني هي معجزه، فهذا بسموه استحداث. فهذا بيعملوا مين؟ الكورتيزون. ليش؟ لانه احنا بحاجه طاقه لفتره طويله. زياده مخزون الكبد من الجلوكوجين عشان يزداد المخازن، لانه ليش؟ قال مثل ما بيقولوا خبي قرشك الابيض ليومك الاسود. فانا من هلا بخبي بحط الجلوكوجين، لانه انا بعرف انه على مدى ساعات وساعات رح ضل عم ينفرز الكورتيزون. تمام. طيب انقص بعد استهلاك الجلوكوز من قبل معظم خلايا الجسم. اوكي، اذا فهذا شوفوا ابن حرام، ابن حرام الكورتيزون. انا لما بدي ارفع السكر لهالدرجه، فانا بكون على اساس انه ارفعه عشان ادخله للعضلات. لا، شوف انقاص معدل استهلاك الجلوكوز من قبل معظم خلايا الجسم، فهو شو بيساوي؟ بيقعد بيرفع الجلوكوز. ما تسالوني ليش، هيك هو ما دخلني انا. الكورتيزون بيرفع السكر وبيصنع سكر وما بيخليه يدخل لجوات الخلايا. فشو راح يصير؟ فهالسكر هذا راح يرتم وين؟ بالدم، لانه لا عم يقدر يطلع على الخلايا وارتفع، فراح يكون مرتفع بالدم. ارتفاع السكر بالدم شو اسمه؟ اسمه سكري. ولكن هل السكري له علاقه هون بالانسولين وبالبنكرياس؟ حدا جاب سيره البنكرياس؟ لا، فهذا بسموه سكري يا جماعه، بسموه سكري ثانوي او سكري قذري منشا، يعني السبب القذر وليس البنكرياس. طيب استقلال البروتينات تنقص الكورتيزون مخزون بالبنكرياس في كامل هذه الخلايا الكبديه، وذلك نتيجة إذن ينقص الكورتيزول مخزون البروتين. ليش؟ لأنه بيستقلبه، ينقص مخزون. شو يعني؟ يعني أنا عندي مستودع وكل ما أنا عم باخذ منه بضاعة، يعني شو عم بستهلك بضاعة، يعني عم بستقلب البضاعة. فليش؟ تثبيط تركيب البروتينات الخلوية الجديدة، تقويض يعني استقلاب البروتينات الموجودة مسبقا، زيادة تركيب البروتينات المتقابل. شوف شوف شو بيساوي، يعني خرب البروتينات كلياتها. أنا وين بدي بروتين؟ دمره. وين أنا وين لازم البروتين؟ دمره. شوف أنا لما بدي البروتينات، بتعرفوا نحن بنستعملها جوات الخلية كثير كحامل وكناقل وكذا، بيثبطها. واذا كان في بروتينات بالاصل بقوضها، يعني بيستقلبها بفككها، والبروتينات المخزنه بالكبد بيزيدها عشان تختزن بالكبد ما تروح لمحل ثاني، ورفع مستويات البروتينات والحموض اللاهده في المصوره يعني بالبلازما يعني بالدم. يعني نفس الفكره بالسكر، بيرفع بالدم وما بيدخل الخلايا ولا بيخلي الخلايا تستفيد منه. ليش هيك؟ ابن حرام. انا ما دخل، شو بعرف، يصلوا ركعتين استخاره ربكم واسالوا يا ربي ليش خلقت لنا الكورتيزول هيك. استقلاب الشحوم، هون الشحوم بقى يزيد كورتيزول من تحريك الحموض الشحميه. الحموض الشحميه يا جماعه هي نتاج استقلاب الشحوم، بس مشان نحفظ هذه الكلمات، كلمات حيويه بس مشان نحفظ. الحموض، اذا ما كلمه الحموض الشحميه، ما معنى كلمه الحموض الشحميه؟ هي نتاج استقلاب الشحوم. اذا انت بتاكل اكله سجوقات بتكون عباية شحوم او همبرجر، تمام؟ فانت بتاكل همبرجر، لما بتاكل همبرجر هي فيها شحوم كثير، الشحوم بتتفكك. كيف البروتينات بتتحول لبيبتيد لحمض بعدين لحمض اميني؟ نفس الشيء اللبيدات او الشحوم تتفكك كذا 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 للحموض الشحميه. فالحموض الشحميه هي نتاج استقلاب الشحوم. المهم الكورتيزول بحرك هي الحموض الشحميه، هي نتاج استقلاب الشحوم من النسوج الشحميه محل مخازنه. يعني كيف الجلوكوجين، الجلوكوز ما هو من نتاج السكريات كمان ويختزن بالكبد كجلوكوجين، فنفس الشيء الحموض الشحميه تختزن في النسوج الشحميه. لهيك انت بتنصح لما تاكل شحم. اذا ليش انا بنصح لما باكل كثير دهن 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 دهن؟ لانه بيتفكك الحموض الشحميه، والحموض الشحميه بتروح على النسوج الشحميه اللي هي تحت الجلد، فبتبلش فشه، بتطلع كرشك، بيطلع كراديشك، بيطلع فخاذك، بينمو الى اخره. زياده تركيز الحموض الشحميه الحره في المصوره، ارتفعت الشحوم الحر. ليش؟ لانه هي كانت موجوده بالنسوج الشحميه، اجى فككها هو وحررها، فراح يرتفع بالدم، وبالتالي تصبح الحموض الشحميه الاساس مصدر الطاقه بدل من الجلوكوز. اذا هل يمنع هو دخول الحموض الشحميه الى الخلايا؟ لا. ليش؟ لانه ما بيقدر يمنعها اصلا، لانه هي حموض شحميه، والغشاء الخلوي تاع الخلايا هو شحم اصلا، فراح تنحل اجباري عنه بالانحلال بالدسم، مثل كيف الدستورون لما دخل زمت زمت بسرعه، فالحموض الشحميه كمان راح تزبط بسرعه. فاذا انا لما بقول لك انه الكورتيزول رفع سكر الدم وادخله للخلايا، بتقلي لا. طيب الكورتيزول رفع البروتينات وخلاها تشتغل جوات الخلايا تعمل عملية، بتقلي لا. طب بقول لك انا لما الكورتيزول رفع الشحوم ودخلها جوات الخلايا، بقول لك ايه رفعها ودخلها، تمام. اذا هيك تصبح الحموض الشحميه هي المصدر الاساسي للطاقه بدل من الجلوكوز، لانه هو كان مانع الجلوكوز، تمام، لهالسبب هذا، لانه هو ثبط الجلوكوز. نرجع نقول ليش ثبط الجلوكوز؟ والله ما بعرف، اسالوا ربنا، ما دخلني انا. طيب يزداد استقلاب الشحوم في حالات الجوع الشديد والكروب. اذا يزداد استقلاب الشحوم ليش؟ لانه هي مصادر الطاقه الثانويه في حالات الجوع الشديد، مثلا انت والكروب، يعني لما بتكون انت خايف او الى اخره. لهيك في حالات الجوع الشديد، يعني انت مثلا بتصوم فانت استهلكت كل السكر، فانت في عندك الفرع الثاني بقى
الاستقلاب، مصدر الطاقة الثاني من الطاقة هو الجوع الشديد والكروب والاجهاد مثلا لما ليش المرأة بتنكد على زوجها؟ بتنكد على زوجها مشان تخرب له حياته وتكرب له عيشته، تمام؟ وعلى هالاساس بدوب كرشه، لهيك هي مشان بتحبه مشان تدوب له كرشه. طيب مقاومة الكروب، إذا الكورتيزول كمان بيشتغل كمقاوم للكروب. شو هي الكروب يا جماعة؟ كلمة الكروب شو يعني أصدق فيها؟ طبعا الكروب تاعت الأدرينالين بنعرف القلق والخوف والهرع إلى آخره، أما الكروب الإجهاد اللي هي على مدى طويل، شوفوا الرضوح بين قوسين الرضوض، يعني أنت لما بتاخذ طرقة بتفعسك سيارة بتوقع من رابع بناية إلى آخره، بتتكسر إلى آخره. الأخماش أو الإنتانات أو الإصابات الجرثومية أو الفيروسية لما بنجي، يعني المرض الجرثومة فيروس دخل علينا. الحرارة، ارتفعت الحرارة لسبب من الأسباب، التهاب أو إلى آخره. برودة، نفس الشيء حرارة برودة، إذا تغيرات بالجسم عم بتصير، انتبهتوا يا جماعة تغيرات عم بتصير بجسمنا. التدخلات الجراحية اللي هي فينك تعدى رضوح، لأنه يعني أنت لما بتدخل، يعني أنا شو دخل إذا والله واحد إجا غزك بسكين أو قعد أو والله إجا مشرط وفتحك، نفس الشيء العملية الجراحية هي رضوح بالأخير يا جماعة. والأمراض المنهكة، لأنه كمان الأمراض المنهكة فينا تعتبر من الأخماج. اذا اي شيء بيتعب الجسم يا جماعه، اي شيء بيخلي الاستتباب بالجسم ما هو مظبوط. طيب عند تعرض للكبد، طب هنا تاثيرات مضاده للالتهاب، تفيد التركيز العالي من الكوليسترول في منع العمليه الالتهابيه. يا جماعه شو يعني عمليه، بتذكروا شو يعني كان عمليه التهابيه؟ انا راح اذكركم. بتذكروا نحن في عندنا فقره اسمها الالتهاب الحاد، واللي هي كانت موجوده، هي الفقره بالكتاب العلوم تاع البكالوريا بالوحده الخضراء بدرس المناعه، كانت عم تحكي عن الهستامين، ما الهستامين والانتروفينات وهالقصص هي. وبتتذكروا نحن قلنا انه اذا عندنا نحن هون خليه وهي خليه ثانيه، ماشي، وهي خليه وخلص هي خليه، وعندنا هون وعاء دموي. يا جماعه انا صار لي تارك كتاب العلوم يمكن شي 6 7 سنين، فانتوا لازم تكونوا متذكرين اكثر مني. هي الخلية فيها شو؟ التهاب. هذا الأزرق شو هو الالتهاب؟ هذا هون التهاب، يعني صايرة معركة، يعني هيستامين والخلايا عم تتخرب، لا بلا 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 بلا، تمام؟ جراثيم مثلا ممكن أو إلى آخره. طيب شو بصير بقى؟ قال أنا لحتى أعمل هالعملية الالتهابية، فأنا بدي إذا الالتهاب شو قلنا هو معركة عم تصير بين مواد عم تخرب مواد، فمثلا إذا في جرثومة هون، اي الجرثومه راح يكون لونها هاي، هذا اللون ما ادري شو بسموه، هذا اللون بلاش شو بسموه ما بعرف. المهم هذا اللون، هي الجرثومه اللي شايفينها انتم ليك هاي، اوه لينا هاي، تمام. انا بدي اقضي عليها، فبيجي بقى هون في عندنا كريه حمراء، عفوا كريه بيضاء اسمها جسيمات الحالي اللي انا بتحل هاي، بدها تروح لهون. فانا يلا انتبهوا معي شو صار معنا هون يا جماعه. قال اول شيء صار، انت طلع عندك في كريه حال، جسيم حال بحل بخرب، وعندك جرثومه، تمام، وبدها تطلع من الدم لفوق. ونحن اتفقنا كيف لما بدنا نطلع ماده سواء مي او اي شيء، شو بنساوي بالوعاء الدموي؟ بنوسعه. لما بتوسعه فالبخاويش جواته تتوسع، مثل كانه شبكه وسعت فتحاتها، فبتطلع الخليه هاي لبرا وبتهاجم الجرثومه وبتبلش بقى تعمل الحرب الطاحنه، ويصير الالتهاب واللي هو الاحمرار والحراره والوجع، التهاب الحلق الى اخره، كل هذا هيك قالت عمل الالتهاب، تمام. اذا الالتهاب هو المعركه اللي صارت بين هالجرثومه وبين الكريه الحاله، الكريه البيضاء الحاله اللي قتلتها، تمام. طيب المشكله وين؟ المشكله انه هي العمليه اوكي، هي العمليه كويسه، ولكن يا اخي الكريه البيضاء غبيه، ما بس بتقتل الجرثومه، لا بتقتل الجرثومه بتشقف كل الخلايا اللي جواتها، لهيك انت بتتوجع. اذا ليش لما انا بالتهاب حلقي بتوجع، يعني بشرب مي البلع عندي صعب، بحس في الم، تمام، ليش؟ لانه بتلتهب ايدي مثلا، بتتورم، بتحمر الى اخره، ليش؟ لانه هي المعركه اللي صارت خربت الخلايا، تمام. اذا الكريه الحاله هون، الكريه البيضاء هي غبيه، ما فيها تقتل بس الجرثومه هيك من الحاله، لا بدل مثل كانه قصف عشوائي، بتقصف الجرثومه واللي جنب الجرثومه. فانا ما بدي هيك، فانا بدي اظبط هي العمليه. اذا عمليه الالتهاب نظريا بين قوسين هي عمليه كويسه، انه انا والله بقضي على الجرثومه، بقضي على الجسم الغريب الى اخره، بس عمليا هي عم تضر، لانه عم تخرب لها هي الخلايا، فانا لازم اوقفها. لهيك نحن بناخذ مضادات الالتهاب، تمام. اذا ليش في، اذا انا واحد بيجي بيقول لك مضادات الالتهاب هي دواء، ادويه كويسه، صحيح، ولكن نظريا الالتهاب هو الشيء كويس، لانه هو الله خلقنا الالتهاب مشان شو؟ مشان نقتل الاجسام الغريبه. بس المشكله انه الالتهاب 99% بيشتغل غلط، بصير بيقتل الخلايا الغريبه بيقتل خلايانا نحن، فلهيك نحن بنثبته. الخلاصه بالموضوع شو هي؟ اذا عندنا عمليتين، جسيمات حاله وتوسع بالوعاء. طيب هات خلينا نقرا. قال تفيد التركيز على في منع تطور العمليه الالتهابيه، كيف؟ قال واحد، تقويه وتثبيت غشاء اليحلولات. شو يحلولات يعني؟ جسيمات حيه يقطع عمره اللي مترجمه ابدو.
الغشاء اللي يحمي الولايات، يعني الغشاء الجسيمات الحالة بتقويه وبتثبته وما يقلل بشكل من تحرر الانزيمات الحالة للبروتينات. الحالة للبروتينات يعني الحالة للمواد للأجسام الغريبة يا جماعة، لأنه بالأخير الجراثيم هي بروتينات والفيروسات بروتينات، لأنه كلها فيها جواتها دنا، والدنا بروتين. فالانزيمات الحالة للبروتينات يعني بين قوسين الأجسام الغريبة، جراثيم، فيروسات، أي شيء مواد غريبة. تمام؟ آه هلا فهمنا. يعني أنت قصدك بس شوي، انت قصدك انه الخلية هاي اللي هي هاي الحالة في جواتها شو؟ في جواتها مواد حالة، في جواتها ها مواد حالة. ان غشاء هذه الخلية، الغشاء الموجود هون هو اللي بيمنع هاي المواد تطلع لبرا وتقتل الجرثومة. فالكورتيزون شو بيساوي؟ الكورتيزون ملعون كثير، قال بيسمك هيدا الغشاء، بيسمك وبيسمك وبيسمك بخليك تكون كثير قوي. تمام؟ فهي المواد اللي بتحل، تمام، الجسيمات المفرزات الحالة ما بتقدر تطلع لبرا، لبرا وتشتغل شغله، وبالتالي ما راح تقدر تعمل الحالة، وبالتالي ما راح تصير المعركة بالأصل، وبالتالي ما راح يصير الالتهاب. فإذا تقوية وتثبيت غشاء اليحلولات مثل ما شايفين بسمكوا، تمام، مما يقلل بشدة من تحرر الانزيمات الحالة هي اللي بتخرب، هي اللي بتقتل، تمام، للمين، للبروتينات او للجراثيم او للفيروسات. تمام؟ اذا بس انا بسكر الباب عليا، ما بخلي تطلع مشان ما تصير هالمعركة هي اللي بتضرنا نحن. طيب شرح الار سي بي سي زي ما تقروا، لانه بضيع القصد نفوذية الشعيرات دائما يخفف الوزمه. اذا انا كمان شو بسوي؟ قال انا واقف شوي خي، ليش لحتى ليش؟ خلينا نرجع 600 مرحله ورا. طيب يا جماعه، قال انا ليش لحتى اعمل كل هالقصه هاي؟ انا من الاول هيدي اوكي، انت يا حبيبتي تعالي لك، انت جسيم حاله. طيب انا من الاول انا رح قبض الاوعيه، تمام، وما رح خليها تتوسع، فانت ما تقدر تطلعي، لانه انت لا تطلعي بدك تتوسع الاوعيه، فانا رح اقبض الاوعيه، ما رح اخليها تطلع. لما انا كان بالحاله العاديه بالطبيعي يا جماعه، لما تلتهب ايدك انت بتتوزم، صح ولا لا؟ بتقرصك نحله فبتتوزم ايدك، تمام. ليش؟ اجى العوامل الغريبه يلي هي المصل تاع النحله، فاجت الجسيمات توسعت الاوعيه بايدك، فانتقلت الجسيمات الحاله عشان تقتل هذا العامل الغريب، تمام، اللي هو مصل النحله او سم النحله او اللي شو بعرف شو بيسموه. تمام، ان توسع الاوعيه ما بس رح يخلي الجسيمات الحاله تنتقل، لا كمان رح يخلي المي ترتشح، لانه يا حبيبي لانه اذا الجسم انتقل فالاولى انه المي كمان ترتشح. فلهيك كل التهاب يرافقه ارتشاح بالمي. ان ارتشاح، تركزوا، ان ارتشاح المي من الدم الى النسيج الى فضاء، الى وسع، الى فضاء ما له داخل الخلايا هو الوزمه. اذا ما هو الوزمة؟ هو انتقال السائل خارج الخلية إلى مكان فاضي. إذا نحن بنعرف انتقال السائل خارج الخلية بينتقل للسائل داخل الخلية بعملية التبادل، ما مشكلة، من الدم للسائل الخلالي ومن السائل الخلالي لجوات الخلايا، هذا الحكي تمام. أما لما بينتقل المي، أنا قلت الدم عفوا، المي بينتقل من الدم للسائل الخلالي ومن السائل الخلالي للخلايا، هذا الحكي بنعرفه هالحكي. ولكن لما بقول لك المي انتقلت من الدم لفضاء، مثلا منطقة تحت الجلد، لمنطقة تحت النسيج الشحمي، او لما شو دخل النسيج الخلالي هون، فهذه هي الوزنة. تمام؟ نتيجة شو؟ نتيجة توسع الأوعية اللي توسعت بالأصل، الأوعية توسعت مشان تنتقل الجسيمات الحالة، ولكن بما انه خلص توسعت الأوعية فقبل الجسيمات الحالة المي بيرتشح أسهل بكثير من الجسيمات الحالة. فهيك أنا شو بتقول؟ بتقول الكورتيزون بيقول يا أخي أنا من هي الجسيمات الحالة من الأول رح صبت ورح قلص الوعاء. لما أنا بقلص الوعاء لا مي ولا جسيمات حالة رح تطلع أصلاً، فلهيك هي بتقلل من الوزمه. اذا انقاص نفوذيات الشعيرات الدمويه مما يخفف شو؟ الوزمه، تمام، لانه بابا بتطلع المي، ما المي ما بتقدر تطلع اذا ما كان متوسع الوعاء. طيب واكثر من هيك، شوف يا جماعه، بتدمر الجهاز المناعي كله، تدمر بسبب هاي الكورتيزون، بتثبط هجره الكريات البيض. انتم بتعرفوا شيء اسمه، نحن عندنا دائما في عندنا شيء اسمه انه هي حكينا عنه بالفصل الثالث، انه الكريات البيض اول شيء بتكون موجوده مثلا بالبلعوم، تمام، بتكون ثلاثه اربعه، فاذا صار التهاب بتجي هي المواد اللي هي عفوا الكريات البيض الموجوده بالبلعوم بتنادي لنقي العظم، بتولول بتقول له يا نقي العظام انا جايني هجوم، انا صار في عندي اجسام غريبه، افرز لي كل شيء عندك كريات بيض. فبتهاجر الكريات البيض من نقي العظم اللي هو المصنع لها لمكان الاصابه. الكورتيزون بقى شو بيساوي؟ الكورتيزون بسكتها، بيقول لها اسكتي ما في تطلعي برا، فهو بيثبط هجره الكريات البيض لمكان الاصابه او لمكان الالتهاب. ليش؟ مشان يخف الالتهاب، مشان يروح الالتهاب. وما بس هيك، إذا قدرت تطلع خلية بيضاء لمكان الالتهاب وقدرت ترشح، مع أنه هو بيكون، مع أنه هو نقص النفوذية وقبض الأوعية، ولكن يا أخي بركي في وحدة حربوقة وقدرت تطلع من هون لهون مع أنه متقبض الأوعية، شو يعني؟ أشوف شو رح يصير. يثبط البلعم الخلوي اللي إله،
يعني كانه يا بزيد مغازيت، يعني انت حقك نص صفرين، تمام؟ نحن عندنا طبعا جسيمات حاله وعندنا الباليعات وكذا، في كثير شغلات بترتشح يعني، ما بس الجسيمات الحاله. طيب وشوفوا هسه يعني، ما بس هو صبت الجري، لا بصبت نقيل عظم ذات نفسه، بصبت الجهاز المناعي وبالتالي يخفض معدل انتاج الليمفاويات التائيه والاضداد. يعني عن جد حرفيا شقف الجهاز المناعي الكورتيزون، شقفه حرفيا شقفه. يعني انا اشوف من الاول سمكت الغشاء اللي له مشان ما تنطلق المواد اللي جواتها، سكرت علي الوعاء مشان ما تقدر ترتشح، امنعت هجرة الكريات البيض رفقاتي لحتى يجي يساعدوها، اذا قدرت تطلع وحده صبطتها شقفتها من الاساس، المصنع سكرته اغلقته ما بقى بدي اياه، وبالتالي لا الليمفاويات تائية ولا اضداد ولا هم يحزنون، شقفتها. وشوفوا هسه على اكثر من هيك، بتنقص انتاج الالتروكين واحد، الالتروكين واحد اللي ما حكينا عنه هذيك المره هو الحمام الزاجل، بتذكروا هلا قلت لكم مثال، انا عندي كريه بيضاء، كريات بيضاء شوي قليله موجوده بالبلعوم، صار التهاب بالبلعوم فبتنادي للنقيل العظم. شو يعني كلمه بتنادي؟ يعني بتبعت حمام زاجل، هيدا الحمام الزاجل هو الانترلوكين واحد، بتقول له بتبعت الانترلوكين واحد بتفرزه بالدم الكريات البيض، فالانترلوكين الواحد بيمر هيك بالدم للنقيل العظم، النقيل العظم بيستقبل الانترلوكين واحد بيقول هذا انترلوكين واحد وقف شوي، هذا بينفرز من الكريات البيض لما بيكون في التهاب، معناه والله شكله عندنا التهاب. هذا الانترلوكين واحد بتثبطه وبتقلل من انتاجه الكورتيزون، تمام، في الكريات بما يؤدي لخفض الحراره. ان الاندرولوكين واحد كمان هو بيروح مثل ما بيروح على نقيل العظم، بيروح على الوطاء وبيقول له، وهو حمام زاجل يا جماعه، حمام زاجل حرفيا بيروح لعند الوطاء، بيجي الوطاء بيطلع هيك شو الرساله اللي حامل اياها الحمام الزاجل، اه هذا اندرولوكين واحد، وقف شوي، اندرولوكين واحد بيفرز بالالتهاب، فالاندرولوكين واحد لما بيكون عندي التهاب انا خليني ارفع الحراره، ليش؟ بلكي كان جرثومه خليني اسلقها. اذا ليش احنا بترتفع حرارتنا لما بنمرض؟ ليش احنا لما بنقرب بتصير حرارتنا 38 39؟ لانه الجسم بيقول تعال اسلق الفيروسات، الفيروسات عاده بتعيش بحراره 37 36 بس ما بتقدر تعيش بحراره 39، ركزين معي يا جماعه، لهيك الجسم بترفع حرارته، لهيك نحن بنقول كدكاتره انتبهوا، اذا كانت الحراره 38 39 قول له للمريض اذا انت مالك متضايق عم تقدر تقوم بعمل، يعني مالك مخستك، مالك والله قاعد بالفرشه وما بتقدر تقوم، خلينا الحراره ما تاخذ سيتامول، لانه هي الحراره عم تقتل الفيروس هلا بهالوقت، الفيروس عم ينسلق، عم ينقلى، ما بيستحمل هالحراره، بس اذا الحراره مزعجه لك كثير والعمليه الالتهابيه لك كثير قويه، فخلينا نعطيك مضادات التهاب، تمام؟ اذا شايفين يا جماعه كيف طريقته عن جد الوحشيه بتثبيط المناعه، مرعب الكورتيزون يا جماعه، مرعب. انتوا بتستخدموا بكره السنه الثالثه رح تشوف الكورتيزون قديش له علاقه بالامراض المناعيه. يعني هو وعلى فكره لما اكتشف الكورتيزون ب 200 سنه الماضيين، عفوا ب 150 سنه الماضيين، كان اسمه الدواء السحري من كثر ما له فوائد، وكان في امراض كثيره قبل الكورتيزون ما كان لها علاج ابدا. يعني حرفيا العلماء سجدوا وركعوا وصلبوا ومدري شو حسب ديانتهم بقى لما اكتشف الكورتيزون، اللي هو من اهم اكتشافات البشريه، وان شاء الله بالسنه الثالثه بنشوفه ليش. طيب تفيد التركيز على الكورتيزون في تسريع شفاء العمليه الالتهابيه بعد بدئها، شايفين؟ اذا هو ما بده التهاب، اذا يعني اذا ما بلشت ما راح خليك تبلش، واذا بلشت راح اقطعك، وبعد ما تخلص بدي يرجع الحاله الطبيعيه، تمام؟ بعد بدئها، وذلك من خلال تحريك الحموض الامينيه من النسوج، الحموض الامينيه هي مسؤوله عن تركيب النسوج، لانه نحن بنعرف اي شيء نسيج مسؤول عن تركيب البروتين، نحن عضلاتنا كذا طبعا قبل البروتين، طبعا في عوامل المواد الثانيه يعني، بس هون ذاكر لكم الحموض الامينيه بدايه، فبالتالي تسريع شفاء النسوج. طيب طبعا هون الحموض الامينيه اشهرها مين؟ اشهرها شو كان اسمه؟ الجلوتامين. لهيك انتوا يا جماعه بتشوفوا الجماعات النوادي الحديد بياخذوا حموض امينيه بيقولوا لك مثلا استشفاء العضله، وانه لعبت انا اليوم بالنادي كثير وحطمت العضله كثير، فانا بدي اخذ حموض امينيه، بدي اخذ بروتين مشان استشفاء العضله، مشان شفاء العضله، فبياخذوا جلوتامين اكثر شيء يعني. هو اوكي تثبيط مناعه، شو صار مع الوقت؟ طيب يا جماعه يلا بشكل سريع لانه طولنا الفيديو. تثبيط المناعه، بما انه نحن حكينا عن الكورتيزون، ان الكورتيزول بينقص وبيثبط الجهاز المناعي وبيشقف الدنيا، فهو راح ينقص عدد الليمفاويات اللي هي جزء من الجهاز المناعي وجزء من الكريات البيض والحامضات اللي هي كمان جزء من الجهاز المناعي. طيب كذلك جعلت كبير تثبيط مناعي نتيجه الضمور الانسجه نقص نواتج الليمف، يعني مفهوم الحكي. طيب اذا سريريا يستفاد من هذا التاثير، مثلا شوف احد فوائد الكورتيزون حكيت لكم عنه، انه قبل الكورتيزون ما كان في كنت عم بزراعه اعضاء، لا زراعه كليه ولا زراعه كبد ولا شيء، ليش؟ لانه المناعه تاعت الجسم، مثلا انا اسمي احمد وبدي اعطي واحد اسمه تحسين، والتحسين بدي اعطيه بدي اعطيه كليتي، جسمه بيعمل مناعه ضد كليتي لانها عامل غريب، لان الجسم غريب، فلهيك بيعطوه ابره كورتيزون لتحسين، فبتتظبط المناعه عنده، فبحط الكليه عندي لبين ما يمر وقت فجسمه بيتعود عليها، فلهيك الكورتيزون احيانا مثلا هي احد فوائده. تنظيم الكورتيزون مفهوم عن طريق الاي سي تي اتش والمحور النخامي وكيف بيثبطه،
اتوقع الحكي كلياته هون مفهوم انه فرازي كنت بينزل دور. كمان هذا حكينا فيه بالفيديو السبورة اللي هو بداية الفيديو هذاك، حكينا انه الكون تابعوه وظائف هرمونات لب القطر. لما بلش بلب القطر اللي هي الكورتوكليمينات، بتشوف شايف الكورتوكليمينات بتعطي فقط دقيقتين، ما مثل الكورتيزول كان ساعة ساعة ونص وكذا. فارس الكورتوكليمينات سيارات مختلفة من خلال هذه التغيرات. هذا الحكي كلياته بتوقع تكرار للفصل الرابع. تأثيرات الكريمينات زيادة عدد ضربات القلب، خلل مستقبلات بيتا واحد، نور أدرينالين بيشتغل على البيتا على الفا واحد أكثر من البيتا أكثر من الأدرينالين، والأدرينالين بيشتغل على البيتا 2 أكثر من ما إنه يشتغل على الفا واحد. هذا الحكي لازم كلياتنا نكون نعرفه من أيام زمان. الحكي كلياته هون نفسه تنظيم توارد آخر فارغ الربيض زيت معدل الاستقطاب الأساسي تسهم في رفع درجة حرارة الجسم آخره. هلا يا جماعه شوفوا، اللي تسهم في تنظيم تركيز شوارد الجسم داخل وخارج الحلويه. شو داخل شوارد البوتاسيوم؟ هي معلومه شوي يعني، هي شوي متقدمه بس مشان ما نحفظ كل اي شيء بشكل. بس من باقي كاتون حكينا عنهم من قبل ما ارجع اعيدهم، حكينا عنهم بالفصل الرابع انه ليش هيك شو بيساوي. ليش بيرفع البوتاسيوم؟ انه صراحه وجدوا العلماء انه الجهاز المجاور للكبد اللي هو كان يفرز الرينين يلي بيروح على الالدوسترون، والالدوسترون بتعرفوا شو بيساوي بالبوتاسيوم، بيتحرض من مستقبلات بيتا، عليه مستقبلات بيتا هذا الجهاز المجاور للكبد. فوجدوا انه حتى الادرينالين له علاقه شوي بجمله الرينين انجيوتنسين. فلهيك بما انه له علاقه بجمله الرينين انجيوتنسين فله علاقه بالالدوسترون، والالدوسترون له علاقه بالبوتاسيوم. فقله البوتاسيوم قله الالدوسترون يعني ارتفاع البوتاسيوم، ارتفاع الالدوسترون يعني ارتفاع البوتاسيوم. فبهيك بيضبط ممكن يضبط الجهاز الودي او الادرينالين ممكن يضبط البوتاسيوم. غدد الدرقيه وجارات الدرق، ما خلصنا من الدرق رجعنا عن الجيران. طيب تشريحيا لا بلا بلا لونها فان تحدد ولا بس لو تحديد موقع اصلا جراحه صعبه جدا، وقد تستصل على الغده الدرقيه عن طريق الخطا، ولا يسبب استئصال نصف الدرق جيدا لانها تنمو مثل كثير اعضاء. طيب ملامح النسيجيه، خلايا الحامضه تفرز الهرمون الدرقي بي تي اتش. نعرف الهرمون الدرقي بي تي اتش حكينا بنعرفه من ايام البكالوريا يعني. عديد بيبتيد يعني هو من الهرمونات البيبتيديه، تم تركيبه بالشبكه الهضميه بلا 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 بلا، تخزينه في حوالي اذا يخزن. ليش؟ لانه هو هرمون بيبتيدي، اتفقنا اللي ما يخزن كان الاسترويدي. عمر النصفي بضع دقائق. التراح بشكل اساسي بالكليتين، وجدا مهمه هالكلمه لانه هو بالكليتين يطرح بي تي اتش. خلص ما نسال ليش بي تي اتش بالكليتين، تمام. حكينا عنها على فكره شوي بالجزء الثامن اذا بتتذكروا، اتفقنا انه علاقه البي تي اتش بالكليه والقصور الكلوي. طيب التاثير الفيزيولوجي الاساسي للهرمون ارتفاع مستوى. اذا شو كان وقت وظيفه البي تي اتش؟ كان عكس الكالسيتونين، الكالسيتونين بيخلي العظم يزداد فيه الكلس، اما البي تي اتش بينقص العظم من بينقص الكلس من العظم، او حتى يعني الكلمه الاصح فينا نقول هو انه بيزيد الدم، بيزيد الكلس الموجود بالدم من كل المحلات، سواء من الكليه بعيد امتصاص الكلس، سواء من العظم بفكك العظم، او بيزيد الخلايا الهادمه للعظم الناقضه للعظم المدمره للعظم، عرفتوا كيف؟ من اي مكان ممكن يعني. وهبوط مستوى شوارد الفوسفات. شوفوا يا جماعه، شوارد الفوسفات هي عكس الكالسيوم. كيف الصوديوم والبوتاسيوم الفوسفات والكالسيوم هيك، بس ارتفاع الكالسيوم الفوسفات راح تنزل، بس ترتفع الفوسفات الكالسيوم راح ينزل الى اخره. فانا ببلك انه بالبي تي اتش بخلي الكلس جوات الدم يكتر، فالفوسفات اجبار عنه راح ينقص، عكس بعض تماما يا جماعه، ماشي؟ اصلا هن بالعظم عكس بعض، الفوسفات له علاقه ببناء العظم باول مرحله، بعدين الفوسفات بقل، فبيجي الكالسيوم على العظم وبيبني الجزء الاخير اللي هو جزء العظم من العظم. طيب وظائف الهرمون الدرقي، وظائف الهرمون ثلاث مستويات، شايفين اذا بيشتغل على مستوى العظم، بيشتغل على مستوى الكليه، بيشتغل على مستوى الامعاء. كل هدول الغايه الاساسيه له هي شو؟ انه يكون في كلس بالدم. هلا بنشوف مستوى العظم بيساهم بزياده الخلايا الناقضه للعظم، يعني الخلايا الهادمه للعظم. يعني انا مسكت هي البنايه وهدمتها وخليتها الاحجار لها تنهدم، فصار عندي حجار، صار عندي المكون الاساسي اللي لها. فالمكون الاساسي للعظم شو هو؟ الكلس. انا هدمت العظم فحولت العظم للكلس، هذا الكلس راح يروح على الدم، هي وظيفته. بنرجع نقول وظيفته انه يرفع الكلس، بتجيب لي ضار وخرب العظام، ما بيهمني خرب العظام ولا لا، خلص هذا معمول، هذا الهرمون موجود لهالسبب هذا، تمام. لانه الله جعل عمره للعظام ينقص فيهم الكلس شوي، بس احسن ما انه ينقص الكلس بدمك، لانه الكلس بدمك يا حبيبي اول شيء كان له علاقه بتطور الهضبه بالخليه العضليه القلبيه، يعني ممكن قلبك يتشقف وينلان سلافه. اثنين له علاقه بالسيارات العصبيه الموجوده بالدماغ. ثلاثه له علاقه بالانقباض العضلي بحركه الاكتين والميوزين اذا بتتذكروا.
وبالتالي كان ممكن يصير معك تكزز وما تكزز بسبب نقص الكلس والى اخره. فانت بالتالي هذا الحكي كلياته حاضرين بالفصول الثانيه والثالثه. فلهيك يعني اصلا نعظم شوي ما مشكله يعني، بس المهم نحن نضل نحافظ على عمليه استتباب بوسائل بالسوائل الجسم. طيب مستوى الكليه، بمستوى الكليه ازداد الهرمون الدرقي من اعاده امتصاص شوارد الكالسيوم. انتبهين، اذا كله همه الوحيد انه يطلع شيء ياخذ كالسيوم ويحط بالدم، سواء من الكليه، من البول، من العظم، من البطيخ، بس ما اي شيء. اذا ويطرح شوارد الفوسفات، شايفين اعاده امتصاص، عفوا يعني يمنع اعاده امتصاص. شنو يمنع اعاده امتصاص؟ يعني هو الفوسفات اصلا مثله مثل اي شارد، راح تنكبح بمحفظه بومان، راح ترتشح، ولكن هي كانت الفوسفات تمتص بالانابيب الدانيه، بالانابيب القريبه، مثل اغلب الشوارد. لا، بسكرها بلوك حياتي، يلا خليك بالبول، فبيقلل الفوسفات بالدم. انتبهتوا؟ فقدان سريع لها في عبر البول. اذا يا جماعه، اذا هون يحدث اكتشاف شوارد. اذا لما انت عم تهضم العظم، فانت فككت المكونات الاساسيه اللي هي مثل ما اتفقنا، كالسيوم وفوسفات. الكالسيوم انوجد صار بالدم، الفوسفات لا يلبس انه يتحول للدم، بيروح على الكليه وبيبعد امتصاصه، فبتطرحه، فبيقلل الفوسفات، فبيقلل الفوسفات بالدم، فقدان سريع لها في البول. مستوى الامعاء يزيد من الشوارد الصغرى على حد سواء، راح تريد تشكيل الكليتين. طيب اذا بالامعاء شو بيساوي؟ اول شيء بالامعاء بيزيد امتصاص شوارد الكالسيوم والفوسفات، وبنفس الوقت بيحرض تركيب الشكل الفعال من فيتامين د اللي هو كمان بيزيد الفيتامين الفيتامين او شوارد الكالسيوم. اذا انا شوارد الكالسيوم ممكن ترتفع عندي من البي تي اتش، وممكن ترتفع عندي عن طريق الفيتامين د، فالبي تي اتش بكثر ما ملعون بيجي هو بيرفع على الامتصاص على مستوى الامعاء، وبيحرض على تشكل الشكل الفعال من الفيتامين د، يعني تحريض تشكيل او تفعيل الفيتامين د، مشان اسا كمان يشفط من الكليتين كالسيوم، تمام، ومن الامعاء طبعا يعني كالسيوم، اوكي. وقد ما ارتفعنا بالفوسفات فهو بالاخير راح يطرح بالكليه، فهو بيقلل من طرح الفوسفات. طيب اذا خلاصه الموضوع يا جماعه، نرجع من عين هبوط مستوى بتيجي بتقول لي طب انا قريت كثير انه شوارد الفوسفات بتعلى بالمصور الدمويه، طب كيف اللاعب بيقول انه هون هبوط مستوى شوكولات؟ يا حبيبي هو بيرفعها، ولكن الكليه بتطرحها، ما بتيجي بترتفع الثانيه الكليه بخ بتطرحها، تمام، لانه نحن دائما اتفقنا كل شيء بينكب الكليه وكل شيء بيعظم امتصاصه، فالشغله رفعها بالدم لل 100,000، بما انه انطرحت بالكليه وما اعاد امتصاصها، خلاص ما اعاد امتصاصها، انتهينا، تمام. طيب في مستوى الكليه هي اتفقناها حكينا فيه. تنظيم افراز الهرمون الدرقي، المنظم الاساسي له مين؟ ما في غير علاقته دائما مع شوارد الكالسيوم، فلهيك نقص شوارد الكالسيوم برايك وش راح يصير؟ زياده السرعه في معدل الافراز عشان يرجع يرفع الكالسيوم بالدم. استمرار النقص على المدى البعيد فرط تصنع دريقي شديد. شو يعني فرط تصنع؟ قال الغدد الدريقات بتفرز بي تي اتش، اذا كان لمده طفيفه لمده قليله بتفرز بي تي اتش، خلاص خالصين، يلا رجع يا كلست للمستوى الطبيعي الدم. اذا كان استمرار النقص على المدى بعيد، يعني المريض ما بياكل، رخض قاعد ما بياكل كثير، حامل دائما بتخسر كلس، لانه الكلسه بيروح لجنينه، للجنين لإله، المرضع كمان الكلس بيروح على الحليب إلى آخره، هذا الحكي كلياته راح يخلي الدريقات لا يطلع لها عضلات، فحرفين يا جماعة بصير فيها فرط تصنع، نحن عندنا شيء اسمه فرط تصنع، يعني زيادة عدد الخلايا، يعني أنا الدريقات هن أربع مصاح، فلنفترض كل 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 دريقة منهم فيها 1000 خلية، هي الألف خلية بتنتبه بتيجي تطلع بتقول يا عمي أنا النقص صار على مدى بعيد، أنا 1000 خلية هي ما عم بتكفي يا عمي، معناها خليني زيد الصنع. زيد صنع الخلايا، فبصير كل دريقه في 1500 خليه بدل 1000 خليه، فهذا يسموه فرط تصنع، يعني مثل كان فيك تقولوا كبر عضلاته، فرط الجارات الدرات كبروا عضلاته، فبيفرز كثير بي تي اتش عشان يكون يقدر يفرز بي تي اتش كثير على مدى بعيد، تمام، فلهيك فرط تصنع دريقي شديد. طيب زياده تركيز شوارد الكالسيوم في المصور شو راح يصير؟ نقص واضح، قال لي ترقيم رجع سلبي يا جماعه، مفهوم، الرخد لين العظام. طيب اوكي، طبعا هون يا جماعه شو يعني الرخض؟ اذا ليش الرخض؟ يعني مثلا انت ما بتاكل كالسيوم ابدا، فبالتالي ما بيروح كالسيوم على مثل ما قلنا هون نقص غذائي، يعني ما بتاكل كالسيوم ابدا، ما بيروح الكالسيوم على العظام، ما عم تنمو العظام، لانت العظام وخربت العظام، فالفور راح يجي يتنبه انه لا معناها انا خليني بلش، انت ما بتاكل كالسيوم على فكره عفوا ابدا، فبالتالي لا خليني معناها ارفع الكالسيوم الموجود بالدم، تمام؟ طيب اذا بس مشان نفهم الفكره، مفهوم شو العلاقه باللين العظام بفرط تصنع الدريقي؟ اذا شو اللي سبب لين العظام؟ عدم وجود كالسيوم. وشو لما انا بقول لك عدم وجود كالسيوم بالعظام فشو يعني؟ يعني عدم وجود كالسيوم شو؟ بالدم. وقف، عدم وجود كالسيوم بالدم معناها يلا فرط دريقات،
ماشي، تجي بتقول لي انا شو دخلني بس العظام ما منيحه، ما بيهمني عظام ما منيحه، خلص نحن بدنا وصلنا للنتيجه انه ما في كلس بالدم، صح ولا لا؟ ايه وصلنا هي النتيجه، معناها راح يتفرج البي تي اتش، تمام؟ اوكي. هلا بنوصل على الغده التناسليه، الخصيه يعني نمحه تشريحيه، لا بلا بلا. الخصيه يا جماعه فيها 800 80% من نبيبات ناقل المني، واسمها نبيبات ناقل المني لانه ما لانه بتنقل المني وبتصنعه كمان، تمام؟ فهي لازم يكون اسمها نبيبات ناقله ومصنعه للمني بس يعني، تمام؟ ومن نسيج ضام ثاني، اذا شايفين مفصولين على بعض يا جماعه، ليش؟ لانه نسيج الضام هذا بيفرز خلايا لايدنج، عفوا عنده خلايا لايدنج، وخلايا لايدنج لها علاقه بالهرمونات، اما هون لها علاقه بالنطاف وما النطاف وكذا، فليك مفصولين عن بعض، النطاف وتغذيه النطاف والى اخره، فمثل ما راح تشوف انه خلايا نبيبات الناقل المني هي اللي مسؤوله عن انتاج النطاف، خلايا سيرتولي تغذيه النطاف، خلايا لايدنج هي المسؤوله بقى عن افراز شو؟ الهرمونات، اللي هي الاستيرويدات الجنسيه، الاستيرويدات الجنسيه يا جماعه يعني اندروجينات، تمام؟ طيب اذا سمي اندروجين، اندرو جاي من كلمه الاندروكانريولوجي يعني الغدد، تمام؟ طيب وجين يعني الجنسي او الجيني او التكاثر الجينتريك، تمام؟ فلهيك طلعتها التستوستيرون، فاذا سميت بهذا الاسم فهو الافرازات الغديه الجنسيه يعني او الاستيرويدات الجنسيه، لانه طبيعتك الاسترولية ايضا مثل ما هلا راح نشوف، تمام؟ وظائف الخصيه انتاج النطاف، لا بلا 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 بلا، هذا حكي كلياته مفهوم، بتأمل الكوليسترول، لهيك هو شايفين لهيك هو الاسترويدات، تمام؟ طيب ممكن يكون اثنين منهم فعال، يمارس عمله مباشرة أو بيتحول لعملية بيصير له نزع هدرجة فبيسموه دي هيدروتستوستيرون، أو 92 بيضل احتياطي ببروتينات المصورة جلوبولين والبومين. اذا هون التستوستيرون يا جماعه انتبهوا ركزوا معي شوي، التستوستيرون هون هرمونات استرويديه، ولكن لانه الهرمونات الاسترويديه هرمونات كثير كثير قليله، تمام؟ كثير قليله، فممكن تختزن على طريق الجلوبولين، اذا بتشز عن القاعده الاصليه تاعت انه والله انا مثل الكورتيزون والكثر والى اخره، انا ما بنفرز غير من غير لما بدي غير لما عند الحاجه يعني، وما بتصنع من قبل، لا هذا يشز شوي عن هي القاعده، فهمت اللي شايفين؟ لانه الهرمونات الجنسيه شوي بعيد عن موضوع الكثر، مع انه الكثر هي لا فيها يعني، بس لا يعني مشان بتشز شوي عن هذه القاعده، تمام؟ اذا الاندروجين اللي بيطلع من الكظر بيروح على الخلايا لايدنج وبيعمل الاندروجين الجنسي اللي هو التستوستيرون، التستوستيرون بقى بيختزن يا بالجلوبولين يا ما بالالبومين، الجلوبولين او الالبومين هن اثنيناتهم بروتينات موجوده وين؟ بالدم او بالمصوره او بالبلازما. اوكي، تنظيم عمل الخصيه، محور الوطائي راح يكون بقى تنظيم التلقيم الرجعي السلوي والقصص هيدا، بس هون لازم نفهم شغله، خلايا لايدنج مسؤول عن افراز التستوستيرون بدءا من الكوليسترول، مفهوم لانه هو شو استرويدي، يقوم التستوستيرون بتعزيز دور الاف اس اتش المحرض لانتاج النطاف، وين الاف اس اتش؟ ليك وقف شوي، معناها انت كانك عم تقول لي التستوستيرون بيشتغل محرض للاف اس اتش، تمام؟ ايه صح، انتاج الهيدا وتنظيم خلايا السيرتولي، اذا لما هون هن مفصولين عن بعض، تمام؟ هذا له علاقه بالشيء وهذا له علاقه بالهرمونات، ولكن بنفس الوقت التستوستيرون ما انه والله معناها قاعد بالخس، لا بيلعب شوي بموضوع النطاف بزياده النطاف، ولكن كمان له تاثيرات شو على كامل الجسم. طيب خلينا نشوف شو هي تاثيراته على كامل الجسم، تلقيم الرجع السلبي لا بلا بلا، طبعا هون تفرز خلايا سيرتولي بروتين خاصه، هي خلايا سيرتولي تفرز بروتين خاص يثبط اف اس اتش، قال الترقيم راجع سلبي يا جماعه مفهومه ما بدي شرح، يقوم التستوستيرون والدي هيدروتستوستيرون ومعظم وظائف الاندروجين يؤثر منهم في نسج بس هدفه خاصه به، حيث يعبر التستوستيرون نفس الحكي تماما، بما انه هو استيرويدي فراح يعبر مباشره بالغشاء الخلوي لانه متحل بالدسام، راح يرتبط بمستقبلات بروتينيه موجوده بالهويه، راح يصير معقد، راح يدخل على النواه، راح يسترسخ البروتينات والجينات وبيتركب البروتينات. وظائف الاندروجينات، اذا بالاضافه لموضوع مثل ما قلنا النطاف هذا الشيء الثاني اللي له وظيفه، لهيك هو مفصول، لهيك هو موجود بخلايا اللايدنج اللي هي شيء ثاني بعيد عن موضوع السيرتولي والى اخره. طيب شو خلينا نشوف شو بيساوي، اول شيء تطوير الجين المجال الاعضاء التناسلي الذكر، اذا انت يا صديقي الذكر خلقت ذكرا لانه من انت وجيناتك من انت وجنين في عندك تستوستيرون، يتم صنع تستوستيرون ولم يصنع استروجين، لو صنع استروجين لكنت صرت بنت حرفيا يعني، لكان طلع الاعضاء الجنسيه عند الجنين يعني، اذا يا جماعه يوما من الايام قدرنا نوصل لدرجه ان الجنين هو قصته مضغه، تمام؟ نحقنه فقط ونجبره انه ينحقن تستوستيرون، فنحن اجبرنا الجنين اجباري عنه حتى لو كان راح يكون انثى انه يتحول لذكر، شو يعني يتحول لذكر؟ يعني يصير عنده اعضاء حرفيا اعضاء جنسيه ذكريه، والعكس صحيح اذا حقنا استروجين، تمام؟ طيب التحريض البلوغ عند الذكور والبدء بتوليد النطاف،
تحريض النمو اذا عند النمو الاضاءه التناسليه الظاهره مثل ما شايفين، يعني كل شيء له علاقه يعني بتوقع ما بدي اشرح، زاد خشون الصوت، الاشعار، الكتله العضليه، تحريض الانغلاق. اذا يا جماعه شوفوا، في شيء اسمه نحن عندنا هبه النمو، اللي هي انه الواحد لما بيبلغ تمام بعدها بيطول، لما بيبلغ بالفتره اللي عم بيبلغ فيها تقريبا يعني حواليها بيطول بعدين بح بوقف الطول. ليش بوقف الطول؟ لانه هالدفشه هي او هالهبه بيقولوا لها هي نتيجه افراز الهرمونات الجنسيه، بيكون الولد او البنت بلغت تمام، فانفرزت هالهرمونات الجنسيه. الهرمونات الجنسيه بتعمل على انغلاق المشاش، لما بينغلق المشاش العظمي يا جماعه شوفوا، انا هذه مشاشه ماشي، انا انغلقت، بتعرفوا كيف بتنغلق المشاش العظميه؟ هيك بتنغلق هيك، وهون بتتعبى بقى. شو يعني شو عملت انا؟ يعني بتطول، فلهذا السبب انت بتطول. اذا لماذا الشيء اسمه هبه النمو او الواحد بيطول بالنمو؟ لانه بصير فيه انغلاق مشاش عظمي. شو يعني انغلاق مشاش عظمي؟ يعني انغلقت ولكن بتنغلق بهالشكل هذا، بتطول كثير. فالوقت بتلاقي الواحد ممكن يطول 5 6 سم بظرف اقل من سنه، عرفتوا كيف؟ حتى ممكن 10 سم مثلا الى اخره، ولكن بعد بح بوقف الطول. ليش؟ لانه هذه تثبطت خلاص، تعظمت، فبقى بتطول تمام، فبصير مثل قفزه وخلص وبح خالصين تمام. اذا فتحريض انغلاق المشاش العظمي يعني بين قوسين انه بتطول وخلص بعدين وقف الطول. فلاقي احنا بعد البلوغ بنقول خلص بعد البلوغ اذا رح تطول فرح تطول بشيء بسيط كثير كثير يكاد لا يذكر يعني تمام. طبعا عم نحكي مدى سنين، يعني مع انه والله اليوم امبارح بلغت خلص وقف طولك، لا. يعزز دور الاف اس اتش آلية ترقيم راجع ايجابي، وهي موجوده بالفصل الاول ب ب ب ولكن حاطط لكم مثال الانثوي، حاطط لكم مثال المبيض، ولكن كثير مهم هذا الحكي. التستوستيرون ما تاثيره على الاف اس اتش؟ تلقيم راجع ايجابي تمام. طيب التستوستيرون وظائف موضوعيه، اذا اي هرمون جنسي سواء هلا الجمله رح نشوفها، واكيد يمكن رح نشوفها ان شاء الله بالمبيض هيك نزل المفروض. وظائف موضوعيه تطال الخصيه نفسها يدعمها انتجان النطاف، وكمان وظائف جهازيه لها علاقه بالجسم كله مثل ما شفنا الصفات الذكوريه. يعني المبيض حكي بكالوريا، حكي بكالوريا، لا هون شوي يعني المبيض يعني مفهوم الحكي، اتوقع هذا 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 مبيض، هي جريب مبيضي فيه شغلات حلوه زينه هيك 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 هيك، مثل اذا كنا نرسم شمس لما كنا صغار نحن، هاي هيك هي شمس الشمس. هلا هي اللي رسمته هيك الشكشكات هيدول، هي هي الخلايا المحببه والخلايا القرابيه. طيب اللوب منطقه لا بلا بلا لا بلا بلا لا بلا بلا، وظائف الفيزيولوجيه المبيض، تكوين الخلايا. اذا يلا شو وظيفته؟ هلا هون الوظائف الفيزيولوجيه صار فيزيولوجيا، الوحده الوظيفيه في المبيض هي الجريب المبيضي. المبيض الجريب المبيضي من وين بيجي؟ قال المبيض جواته هو كيس تمام. اذا بس يا جماعه ركزوا معي، كيس وفيه معبى غلال، معبى دويرات وحويصلات صغيره تمام، كلياتهم هذول جريبات صغيره تمام. طيب قال هذه الجريبات كلياتها بتنمو اوكي. اذا عندنا دائما فتره يعني بكل دوره شهريه عند الانثى بتيجي مجموعه من الجريبات بتقول يلا سباق خلينا نبلش ننمو، بنشوف بقى مين راح ينمو قبل الثاني تمام. طيب طبعا تحت تاثير مين الهرمونات المفرزه؟ تاثير الهرمونات المفرزه من الخلايا المحببه ليك ليك، والخلايا المحببه بتتاثر من مين؟ من الاف اس اتش تمام. اذا الاف اس يعني بين قوسين الاف اس اتش هو الذي يحرض الجريبات الابتدائيه على النضج عبر شو؟ عبر الخلايا المحببه. فبتتحول بقى، بتصير بقى جريبات اوليه يعني صارت متسابقه. يلا خلينا نبلش نسابق بقى تمام. اذا انا عندي كيس وفيه جلال، بشيل 10 بمسك هيك كم شيء بتشيل 10 جلال تمام، هدول جريبات ابتدائيه بحطهم بسفهم بصيروا جريبات اوليه. يلا هدول جاهزين بقى لحتى شو؟ يدخلوا السباق. واحد منهم هذا الناجح جدا اسمه جريب دوغراف، اللي اخترعه عفوا اللي اكتشفه اسمه دوغراف. هذا الدوغراف قال لك شو؟ قال في واحد من هالجريبات اكيد اكيد رح ينجح ورح يتفوق على الباقيين، هذا اللي رح ينجح ورح يتفوق اسمه جريب دوغراف. جريب دوغراف بما انه لسه ما وصل على خط النهايه فما فيك تقول انه هو فاز. فاذا انا عندي جلال ومشوا سباق سيارات ومشوا السيارات مشوا الجلال تمام؟ لحد ما انه الدوغراف هو اكثر واحد عم بيمشي، هو اكثر واحد سريع، هو اكثر واحد كبير 2 3 ملي تمام؟ ولكن بما انه لسه الدوغراف ما قطع الخط وما وصل للنهايه تمام، فلسه لحد ما فيك تقول انه هو ناضج. لما جريب دوغراف او هذه الجريبات القويه يعني اللي هي بالمقدمه سيطرت وخلص سكرت الجريبات الاخرى، قفلت وصلت على خط النهايه ونمى لحجم كبير كثير، خلص صار اسمه جريب ناضج
مفهوم. اذا يا جماعه اذا ما هو جريب دوغراف، هو جريب الناضج ذات نفسه، ولكن لسه ما صار، لسه ما سيطر على الجريات الاخرى، لسه ما وصل لخط النهايه. ممكن باي لحظه واحد يقدر ينتصر عليه، تمام، بس يوصل لخط النهايه خلاص اسمه صار جريب ناضج، تثبطت الجريبات الباقيه كلياتها، ماتت كلياتها، انقلعوا، انا الفزت، انا اللي انتصرت، انا راح اطلق البويضه، انا راح اقوم بعمليه الاباضه، ماشي. وبالتالي يتمزق الجريب الناضج مطلقا، الخليه البيضيه الموجوده دواته، كل اللي كان في عنده الخليه بيضيه، الكل، كل الجريبات الاوليه فيها خليه بيضيه، ولكن دوغراف هو الاقوى، لما وصل على الخليه على الخط النهائي صار اسمه جريب ناضج واطلق خليته بيضيه. الاستيريوتيبات الجنسيه نفس الفكره تماما، هي فقره الاعاده تمام، تاثيرات جهازيه الى اخره. تمزق الجريب الناضج يعطي خليه بيضيه موجوده داخليه وبقايا متمزقه تشكل جسم. اذا انا هذا الجل لما افرز محتوياته من جوا اللي هي البيضه، فاعطى خليه بيضيه، هذه اللي راح تندمج مع النطفه وتعطينا الجنين بعدين، والباقي هالحباشات هي الفتاتات الباقيه، هذا اللي يسموه جسم اصفر. الجسم الاصفر بقى شو وظيفته؟ مكون من شو؟ مكون من الفتات. اذا انا ها خليني امسح لكم الفتات الباقي، الخليه البيضيه، هي الخليه البيضيه خيو، ها هذول الفتاتات اللي شايفينهم هذول هيك الشكاشيك مدري شو هذول، هذا هو الجسم الاصفر يا جماعه، هذا هو الجسم الاصفر، هذا هو الجسم الاصفر. الجسم الاصفر من شو مكون؟ قال من اللي كان محطوط اصلا حوالين الجريب. شو كان في حوالين الجريب؟ كان في خلايا قرابيه، كان في خلايا محببه، صح ولا لا؟ وفي اوعيه دمويه، لانه مثل اي عضو في اوعيه دمويه. وظيفته هو افراز الهرمونات الجنسيه اللازمه لنمو البيضه الملقحه واستمرار الحمل. اذا انا كخليه بيضيه مثل النطفة، تمام؟ انتبهتوا يا جماعة؟ إذا أنا كخلية بيضية مثل النطفة، تمام؟ بدي المهم إنه ارتبط وتزاوج، ولكن كمان بدي شيء يغذيني مثل خلايا سيرترولي ومثل خلايا ليديك، تمام؟ بدي هيدي كلها افراز شو المواد اللي رح تساعد النطافة قوية. فنفس الشيء مثل ما نحن عندنا خلايا سيرترولي وعندنا خلايا ليديك، عندنا كمان هون الجسم الأصفر. يا جماعة الهرمونات الجنسية كثير مهمة، تقارنوا بين الهرمونات الجنسية الذكرية والجنسية الأنثوية، نفس بعض تماما، بيختلفوا عن بعض بأنه هي بتعمل أنثى وهذا بيعمل ذكر، تمام؟ كثير مهم تحطوا جدول وهيك وتقيمون بين بعض يعني، تمام؟ مثل ما شايفين إذا الجسم الأصفر يقابله بالذكر، مثل ما قلت لكم خلايا ليدنج وخلايا سيرتولي، لأنه هذول المسؤولين عن دعم النطاف، وهي مسؤولة عن دعم البيضة الملقحة، تمام؟ واستمرار الحمل. مصيره يضمر الجسم الابيض حوالين الجسم الابيض اذا لم يحدث. طيب انا وظيفتي وظيفه الجسم الاصفر هو دعم البيضه الملقحه، تمام؟ اذا يا جماعه ركزوا، كثير مهمه كلمه مهمه، هل وظيفته دعم البيضه اللي انفتقت؟ لا، وظيفته دعم البيضه الملقحه حصرا وحصرا، فقط لما بتصير البيضه ملقحه، فقط لما بتصير البيضه يعني بيضه مع نطفه، تمام؟ وقتها الجسم الاصفر وظيفته. ليش؟ لانه هي وقتها ساعتها حمل، خلص وقتها ساعتها هذا موضوع جنين، مساله جنين، مساله وقت بصير جنين، فبالتالي هو مسؤول عن استمرار الحمل. اما لما بصير القاح وما بصير خلص بتضل بيضه، هي بيضه مجرد بيضه ما فيها مع نطفه، فبيضمر الجسم الاصفر لانه ما له وظيفه، فبيتحول لجسم ابيض لانه بيشحب 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 يعني شحوب لا يوصل لشيء اسمه جسم ابيض. طيب انتاج هرمونات الجنسيه المؤنثه استروجين وبروجسترون تم بشكل مشابه خلايا الحبب القرابيه، الجريب المبيض، كلا البروجستيرون والاستروجين. ممتاز. لذلك من فعل الجمل الانزيمي، اذا هون الحبب القرابيه حتى نكون يعني شو بيقولوا سبيسيفيك اكثر او يعني كلماتنا صحيحه اكثر، فخلينا نقول انه هن المقابل لهم تماما تماما مين؟ خلايا لايدنج. ليش؟ لانه هي خلايا لايدنج هي اللي كانت مسؤوله عن افراز الهرمونات الذكريه. اوكي طيب خلينا نكفي. الخلايا القرابية والخلايا المحببة بقى شو بتعمل؟ يعني شو هي الاثار اللي طبعا هون عم بحكي لكم بالفعل الانزيمات الى اخره، اتوقع الحكي صار مفهوم. اول شيء كيف بصير التنظيم العمل المبيض؟ نفس الفكره تماما، اليه تلقيم راجع سلبي نمو الخلايا جمع الحكي كلياته نفسه. طبعا هون شو هون؟ هون آلية تلقيم الرجعة السلبية مفهومة. وظائف الهرمونات الجنسية الأنثوية، شو وظائف الهرمونات الجنسية الأنثوية؟ أن تجعل الجنس أنثى، أن تجعل هذا الجنين أو هذا الإنسان أنثى، شو يعني؟ شو يعني؟ تمارس تأثير الخلايا في المستوى الجنيني وذلك عقب ارتباط مستقبلات الخلوية بلا بلا يعني دخولها، نفس الكلام تماما، لأنه بما أنه هي سيترويدية فبتدخل مباشرة بالغشاء الخلوي على الهيولة، بتعمل معقد، بعدين بتروح على النواة. خلص يا جماعة هي صرنا عايدين ست مرات لهالفقرة. ربكم يعني خلص لازم تكونوا فهمانين كيف عم تشتغل الهرمونات الاسترويديه. وظائف الهرمونات الجنسيه الانثويه الفيزيولوجيه، تحريض ونمو نضج الرحم والاعضاء التناسليه الانثويه، اظهار الصفات الجنسيه الثانويه. اذا شايفين
خلاص باختصار مشان ما نقدر نحكي، هي مسؤوله يا جماعه عن شغلتين. اول شيء جعل الانثى انثى، جعل الجنس انثى، يعني الانسان انه يكون انثى، و افاده الحمل او تهيئه الانثى لانه يكون في حمل. بتجي بتقول لي بس يعني وقف شوي، الانثى بتفرز استروجين كل شهر، ولكن هي ما عم تحمل كل شهر اكيد لك ايه، ولكن دائما جسم الانثى مهيئ لانه خلاص هو بيتامل، المبيض بيتامل انه يا رب هالشهر يلا راح يصير القاح، وما بصير القاح فبصير الدوره. اذا لماذا تحدث الدوره الشهريه؟ لان بتنسلخ بطانه الرحم. لماذا تنسلخ بطانه الرحم؟ لانه ما تعشى شيء جواتها. ليش ما تعشى شيء جواتها؟ لانه ما صار القاح. فهي دائما كل شهر الرحم عند الانثى والمبيض عند الانثى بيبكي انه لانه ما صار فيه القاح وما صار فيه جنين والى اخره. تمام. فلهيك الاستروجين كل شهر بينفرز، تمام، لانه هو دائما الانثى الاستروجين ما كل شهر بينفرز، فدائما الانثى في نقول انه يهيئ جسمها حاله، جسمه بيهيئ حاله لحتى يعشش في شيء، لحتى يولد في شيء. لهيك في شيء اسمه مشاعر الامومه يا جماعه. لو طلعنا شوي عن الموضوع، ليش في انه الام والمشاعر الام؟ لانه الام كل شهر بحياتها بتمر بلحظه انه بفتره انه انا جسمي هلا مخصص، طبعا بدون ما تحسي لا وعي يعني جسمها، انه انا جنين رح يصير عندي جنين، رح يصير عندي جنين الى اخره، حشش الى اخره. هذا ليش؟ لانه كل شهر عم ينفرز استروجين، والاستروجين دائما بنمي بطانه الرحم، بفيد بكبر الجريب والى اخره، ويلا وجايينا ورح يجينا لقاح ورح نصير جنين، وبخ ما بصير لقاح وبتصير الدوره الشهريه للاسف كل شهر الى ما يفرج ربك. طيب اذا اظهار الصفات الجنسيه، تحريض اغلاق المشاش العظم، مفهوم هالحكي كلياته. تحريض تطور الجريبات المبيضيه، نمو جسم الاصفر، تحريض نمو ثدييين، وتهيئه عمليه الارضاع. اذا بنرجع من اي بيجي بيقول لي عمليه ارضاع، بس انا انت عم تقول لي انه الاستروجين بيكون بينفرز بحاله طبيعيه، بيقول لك مزبوط. الانثى برجع بقول لك كل شهر هي بتهيئ حالها لو ما عندها جنين لحتى انه يكون عندها جنين. شايفين مشاعر الامومه يا عمي؟ اخي ما بصير رفقا بالقوارير يا جماعه، شو بكون والله رح ابكي انا. اذا كل شهر يهيئ الاستروجين ثدي الانثى حتى يستقبل حتى ينمو. لهيك احيانا الانثى بتشعر بخلال مرحله الدوره الشهريه، يعني كل شهر كل شهر، بانه حجم الثدي كبير وصغير او نقص او قل. هذا نتيجه افراز الاستروجين او قله افراز الاستروجين حسب الدوره الشهريه، لانه طبعا هي بتشوفها بالسنه الثانيه انه باول نصف بالدوره الشهريه، لو بتعرفوا الحكي يمكن بالبكالوريا اخذينه نحن، انا اول نصف بالدوره الشهريه بيكون الاستروجين هو العالي، النصف الثاني البروجسترون هو العالي الى اخره، يعني بهالحكي هذا. تنظيم الحمل وتأمين استمراريته، هو تحريض افراز البرولاكتين من الغده النخاميه، خفض مستوى الكوليسترول المصوره الدمويه، تاثير اذا ليش بس شوي وقف واحده. طيب تحريض افراز البرولاكتين، مفهوم البرولاكتين العلاقه بالارضاء، خفض مستوى الكوليسترول المصوره الدمويه. يا جماعه خفض مستوى الكوليسترول المصوره الدمويه، الترقيم رجع سلبي، انا استروجين انا اندروجين، إذا أنا جاي من الأندروجين، الأندروجين جاي من الكوليسترول، فأنا بصبت الكوليسترول، خلص حاجة الكوليسترول تصنع كثير استروجين، فالترقيم الرشاش السلبي هيك هو بصبت الكوليسترول، تمام؟ طيب، تأثير مضاد لتخلخل العظام، ليش؟ يعني مش دخل الاستروجين بأنه بيمنع تخلخل العظام، يعني إذا يقوي العظام، لما أنا بقول لك يمنع تخلخل العظام يعني يقوي العظام، لأنه الاستروجين برجع بقول لك الاستروجين يهيئ الأنثى لحتى أنه تكون دائما أنه هي أم. تمام. والام لحتى تحمل بدها تحمل ولدها، والولد بيكون وزنه شيء 5 6 كيلات، والمي اللي جواته معه شيء 5 6 كيلات، فوزن الحمل وزن بطنه للام بصير شيء 15 كيلو. الرجلين بيتعبوا، اعضاء جسمها للام للانثى بيتعبوا، العظام ما بتستحمل هالوزن الفجأة، خصوصا انه الانثى كجسم ضعيف بالنسبه للذكر. فلهيك احنا دائما الاستروجين مهمته يقوي عظام الانثى، يمنعها من التخلخل، يمنعها من التفكك، عشان تقدر تحمل الولد. شيء حلو والله الولد يكسر له ظهر الام، عرفتوا كيف؟ والله ينكسر رجلي من كتر ما عم تحمل هالوزن. يا جماعه الولد صح وزنه 4 كيلات، بس انتوا لازم تفهموا شغله، الولد معه مشيمه ومعه مي سائل امينوس وكذا كذا، ممكن يوصل الوزن لفوق 10 كيلات. فانت متخيل 24 ساعه انت 10 كيلات ببطنك، لازم يكون عندك عظام قويه. تمام. لهيك الاستروجين يفيد العظم، فبالتالي يمنع تخلخل العظم. تمام. طيب وهكذا انتهينا من هذا البحث. احفظوا المصطلحات واحفظوا الارقام، كثير مهمه يا جماعه. تلقاكم بفيديو جديد. باي باي.